دي جلاند ميوكو سيروس. ها ميوكو سيروس، خلي بالك. ها ميوكوس وسيروس موجوده في منطقه الصف المانديبولر. في عندي مصل هنا اسمها مايلو هويد، وفي مصل اسمها هايو جلوسس. مايلو هويد وهايو جلوسس، بس المايلو هويد والهايو جلوسس موجودين كده على بعض. مايلو هويد سوبرفيشال، ها وهايو جلوسس ديب لي. ها ماسكين في الهايود. المنظر ده انا باصص كده الواحد من جنب، باصص سايد فيو. مايلو هويد وهايو جلوسس. الساب مانديبولار سليفري جلاند لها تو بارت، سوبرفيشال بارت، ها سوبرفيشال للمايلو هويد موجود على المايلو هويد وموجود على الهايو جلوسس. سوبرفيشال بارت موجود على المايلو هويد والهايو جلوسس. خلي بالكم المايلو هويد والهايو جلوسس دول يعتبروا الفلور بتاع الدرجات الكرانيه، فالسوبرفيشال بارت بتاع الجلاند موجود عن الفلور بتاع الدايجستريك ترينجل، في الفلور اوف ذا دايجستريك. مايلو هويد ها معاه ومايلو جلوسس. اما الديب بارت، الديب بارت بصوا الديب بارت دخل كده. الديب بارت موجود تحت المايلو هويد. ها الجلاند دي لفه على البوستيرو بوردر بتاع المايلو هويد، الديب بارت دخل جوه هنا. استخبى تحت المايلو هويد. فالديب بارت موجود في حاجه اسمها الفلور اوف ذا ماوس. الجديد للمايلو هويد اسمه الفلور اوف ذا ايه؟ ماوس. ها السوبرفيشال بارت موجود فين؟ السوبرفيشال بارت موجود فين يا جماعه؟ في الفلور بتاع الدايجستريك ترينجل. اما الديب بارت موجود فين؟ في الفلور اوف ذا ماوس. ها يعني ايه فلور اوف ذا ماوس؟ يعني ما بين مايلو هويد وايه؟ وهايو جلوسس. ما بين مايلو هويد وايه؟ وهايو جلوسس. تمام. لها ايه؟ سوبرفيشال ولها ايه؟ اول حاجه في الجلاند لها ايه؟ سوبرفيش. سوبرفيشال موجود فين؟ ركزوا معايا بقى. سوبرفيشال موجود فين؟ ها على المايلو هويد ده هو السوبرفيشال اهو، على المايلو هويد وعلى الهايو جلوسس. اما الديب بارت موجود فين؟ ها موجود ها تحت المايلو هويد في حته اسمها ايه؟ الفلور بتاع الماوس. تمام. الجلاند دي السوبرفيشال والديب كونتينوس لافين مع بعض حوالين مين؟ حوالين البوستيرو بوردر بتاع المايلو هويد الفري. البوستيرو بوردر بتاع المايلو هويد يقول عليه ايه؟ فري. طيب السوبرفيشال بارت، امسك السوبرفيشال بارت، اقطع المانديبول كده. ادي المانديبول اهو قطعناه، ده المانديبول مقطوع كده، ده المايلو هويد لاين الحته دي، ده المايلو هويد ايه؟ لاين في المانديبول. المندبل بيبقى فيه حته فوق اسمها سب لينجوال فوسا وحته تحت اسمها سب مانديبولار فوسا. لسه ما قلناش المندبل عامل، هنقوله في العملي بعد كده. سب لينجوال ها وسب مانديبولار. قال لي ايه؟ قال لي السوبرفيشال بارت يا جماعه اهو ده السوبرفيشال. ليه كام سيرفيس؟ انا واخد مقطع كده، انا قطعت المندبل مع السوبرفيشال، لقيت ان السوبرفيشال بارت ليه ثلاثه سيرفيس. الثلاثه سيرفيس، سيرفيس ها مستخبي تحت المندبل لاترال، وسيرفس بلو المانديبول انفيرو لاترال، وسيرفس ناحيه جوه ميديال. تاني سيرفس ناحيه ايه؟ ها المانديبول اسمه ايه؟ لاترال. وسيرفس بلو المانديبول انفيرو لاترال، وسيرفس جوه ميديال. السوبرفيشال بارت ليه كام سيرفس؟ ثلاثة. ادي سيرفس لاترال، وادي انفيرو لاترال، ها وادي جوه يا جماعه ميديال. لاترال وانفيرو لاترال ها وميديال. ها ده الايه؟ السوبرفيشال بارت ليه ثلاثه سيرفيس. فهمتهم جايين ازاي؟ لاترال وانفيرو لاترال وميديال. ها هو رسم لي رسمه في كتاب الكليه، رسمه في كتاب الكليه حلوه قوي برضه، بس رسمه كرونال. الرسمه دي اهي، ده كرونال، دي لاترال وادي انفيرو لاترال وادي ميديال. دي اسمها كرونال سيكشن. ها لاترال وادي انفيرو لاترال وادي ميديال. يا ريت يا جماعه نركز كده في الرسمتين دول ونفهمهم. ادي اللاترال سيرفيس، ادي الانفيرو لاترال، ادي دي سب مانديبولار. بس الرسمه دي مقطع كده ليها ثلاثه ايه؟ سيرفيس. تمام. ثلاثه سيرفيس، واحد ايه؟ واحد لاترال، واحد انفيرو لاترال، واحد ميديال. معايا كده؟ وصلنا للكلام ده ولا لسه؟ لاترال انفيرو لاترال وميديال. ها معايا؟ مفيش مشكله كده تهيأت. طيب اللاترال سيرفيس ريليتد لايه؟ احط هنا بص المانديبل اهو. ايه هنا في المانديبل؟ يا ريت تركز معايا، ايه المصل اللي ماسكه هنا في المانديبل؟ في مصل ماسكه اهو.
في الريمس من جوه، وفي ارتري داخل هنا اهو، في ارتري في الحته دي بيمشي هنا، لان الارتري ده ها بيخش ما بين الجلاند والمبنين دول، مين المصل ها ومين الارتري. اللاترال سيرفيس ريليتد لي ها واحد سب مانديبولار فوسا اوف ذا مانديبول، والمصل دي اسمها ميديال تريجويد ماسكه من جوه، والارتري اللي هنا ده يا جماعه اسمه فيشيال ارتري. اللاترال سيرفيس ريليتد لايه؟ واحد سب مانديبولار فوسا، ركزوا معايا وافتح الكتاب، سب مانديبولار فوسا، والمصل اللي هنا اسمها ميديال تريجويد، والارتري مين الارتري ده؟ فيشيال، دخل جوه هنا ما بين الجلاند واللاترال والمانديبول، وبعد كده عمل كيرف طلع لفوق، هنقوله ما نقول الارتري. ادي اللاترال سيرفيس. طب الانفيرو لاترال سيرفيس تحت ريليتد لايه؟ انفيرو لاترال ها ريليتد للسكن وفاشيا، سكن وسوبرفيشال فاشيا وبلاتيزما وانفست. الانفستنج فاشيا هنا محوطه الجلان، بص دي الاخضر ده انفستنج محوطه الجلان عامله كبسول. ريليتد للسكن وسوبرفيشال فاشيا وبلاتيزما، في نيرف بيغذي البلاتيزما، شايف النيرف ده رايح يغذي البلاتيزما، مين النيرف ده؟ سيرفايكال برانش او ذا فيش، وفي فين في الحته دي، الفين بيبقى سوبرفيشال للجلان، الفين اللي هنا اسمه فيشيال فين. ايه الفرق ما بين الفيشيال فين والفيشيال ارتري؟ فيشيال فين سوبرفيشال للجلان، انما الفيشيال ارتري ديب دخل جوه، فيشيال فين سوبرفيشال، انما الفيشيال ارتري ايه؟ ديب. فقال الانفيرو لاترال سيرفيس ريليتد ايه؟ بص على الرسمه وقول لي سكن ها سوبرفيشال فاشيا ها بلاتيزما، البلاتيزما سبلايد بايه؟ النيرف اللي بيدي البلاتيزما ده قلت لي اسمه ايه؟ سيرفايكال برانش اوف ذا فيشيال وفيشيال فين. ها معايا كده؟ ادي ايه؟ ادي الانفيرو لاترال. طيب عرفت كده الجلاند لها ايه؟ لاترال، انفيرو لاترال، انفيرو لاترال تحت المانديبول ها، لها ايه يا جماعه كمان؟ ميديال. الميديال سيرفيس اهو، بص اهو طبعا لجوه ها. طب تعالى نرسم الميديال، هو ده الميديال سيرفيس بتاعها. ريليتد لثلاث حاجات، عمل لي كده جدول في الكتاب. ريليتد واحد اثنين ثلاثه. ايه الثلاث حاجات دول؟ ما تيجي نذاكرهم كده مع بعض. واحد مايلو هيويد ماسل. ها معايا باللي عليها طبعا. اثنين الماسل دي اسمها هايوجلوسس اللي جوه دي ها باللي عليها. ثلاثة الماسل بتاعة الفارنكس الفارنجيال وول، مين الماسل بتاع مين الماسل اللي في الفارنكس اللي ورا الهايوجلوسس؟ الميدل كونستريكتور، وفي واحدة فوق خالص مين؟ سوبيريور كونستريكتور، وفي واحدة تحت خالص اسمها انفيريور كونستريكتور، دول الكونستريكتور هقول دول الفارنكس. فقال لي دلوقتي الساب مانديبلر سيريبري جلاند موجودة على الحتة دي كده، موجودة هنا سوبرفيشال يعتبر ميديال يعني ديب ليد. قال لي ميديال او ديب ليها رقم واحد مايلو هيود ماسل باللي عليه، مين اللي عليها؟ مايلو هيود نيرف ومايلو هيود فيس. رقم اثنين هايو جلوسس باللي عليها، مين اللي على الهايو جلوسس؟ بص كده اقرا لي الكلام على الرسمه، دي عضله على فكره جايه من فوق، العضله دي اسمها ايه؟ ستايلو جلوسس. ها طب معاها في نيرف جاي برضه من فوق كده، وفي في جانجلو بتتشعلق فيه، النيرف ده اسمه ايه؟ لينجوال نيرف. لينجوال نيرف وصاب مانديبولار جانج. طب في ايه كمان؟ في نيرف تحت بس معاه فين، دايما النيرف ده بيقولوا معاه ايه؟ فين، فينا كوميتال، النيرف اسمه ايه؟ هايبوجلوسا نيرف اند اتس فينا ايه؟ كوميتال، يعني بيقولوا عليها دي لينجوال فين. تمام الهايبوجلوسس عليها ايه؟ ها عليها ها ستايلو جلوسس ها ولينجوال نيرف جاي من فوق. ها فاكر اللي وريتك انا اللينجوال نيرف بيبقى ايه؟ مستخبي تحت المانديبول. لينجوال وهايبوجلوسال نيرف، لينجوال نيرف متشعلق في مين؟ سب مانديبولار جانجليون. ها ومين هنا؟ الهايبوجلوسال نيرف معاه مين؟ ديب لينجوال نيرف. حاجات على الهايوجلوسس سوبرفيشال تو ذا هايوجلوسس. ها ميديال ليه؟ طب ميديال ليها ورا خالص بقى، هيقول لي مين؟ ورا خالص هنا الول اوف ذا فارنكس. الول اوف ذا فارنكس مين اللي عليه؟ قال لي المصل دي على الول اوف ذا فارنكس. ها وفي ليجامنت هنا رايح الهايويد بون على الول اوف ذا فارنكس، وفي نيرف، في نيرف هنا، بص النيرف ده يا ريت تقول لي النيرف ده مين؟ نيرف رايح الطنج غير اللينجوال وغير الهايبوجلوس ومستخبي تحت الهايبوجلوسس، يا ترى مين النيرف ده؟ مين اسمه؟ جلوسو فارنجي جاي من الفارنكس. ها على فكره في الكورس بتاع ما تقراه بيمشي ما بين السوبيريور والميدل كونستريكتور، اهو النيرف ده اسمه ايه؟ جلوسو فارنجي، جلوسو ايه؟ فارنجا، اهو بيستخبي تحت الهايبوجلوسس معايا. فقال لي هنا ميديا ليها ايه بقى؟ في البوستيرو بارت. ها قال لك الول اوف ذا فارنكس سيبريتد عنها بايه؟ واحد ستايلو جلوسس يا جماعه، اثنين جلوسو فارنجا نيرف، ثلاثه ستايلو هايويد نيرف معايا. يبقى الرسمه دي تقول لي الميديا ريليشن، ادي الميديا ريليشن.
ودي مهمه جدا الميديا ريليشن بتاعه السب مانديبولار سليفري بلان. يبقى لها ها كام سيرفيس بقى؟ ها كام سيرفيس؟ قلت لي كام سيرفيس؟ ها معايا سمعت ولا لسه؟ ثلاثه. الثلاثه لاترال ها سب مانديبولار فوسا وميديال تريجود وفيشال ارتري انفيرو لاترال سيرفيس سكيل وفاشا وبلاتيزما معايا وبالفيستنج فاشا معاهم سيرفايكال برانش بتاع الفيشال اللي هو رايح يدي البلاتيزما وفيشال فين بيبقى سوبرفيشال الانفيستنج فاشا هنا هتقراها عندك كبسول على فكره انفيستنج ايه؟ فاشيا تمام. ادي ايه؟ ادي الانفيرو لاترال سيرفيس محوطاها الانفيستنج فاشا على فكره. طيب ايه كمان؟ طب الميديال بتاعها ريليتد ايه يا جماعه؟ الميديال بتاعها ريليتد لثلاث حاجات، مين هم الثلاث حاجات؟ سمعهم واحد مايلوهويد ماسل باللي عليها، اثنين هايبروسس ماسل باللي عليها، ثلاثه الول اوف ذا فارنكس باللي عليه. المايلوهويد عليها مين؟ مايلوهويد نيرف ومايلوهويد فيس. الهايبروسس عليها مين؟ سمع ستايلوبلوسس لينجوال نيرف سب مانديبولار جانجلو هايبوجلوسس نيرف فينا كوميتال بتاع الهايبوجلوسس اسمها ديب لينجوال فين. الول اوف ذا فارنكس عليه مين من ورا؟ ها الماسل دي اسمها ستايلوجلوسس. ها عندي نيرف اسمه جلوسو فارنجيال نيرف. ها وايه كمان؟ ها وليجامنت اسمه ستايلوهويد ليجامنت. الرسمه دي ماشيه كده مع الكلام اللي احنا عارفينه. وجلوسو فارنجيال نيرف موجود هنا واللينجوال فوق والهايبوجلوسس نيرف تحت. تمام ادي الميديا ريليشن. تمام يا جماعه عرفت؟ يبقى لها لاترال وانفيرو لاترال ها وايه وميديا. تمام نيجي بعد كده بعد ايه الريليشن بتاعتها السوبرفيشال. الديب بارت بقى موجود فين؟ الديب بارت ها الديب بارت ده موجود ما بين مصلين وما بين نيرفين. الديب بارت بتاع الجلاد ما بين مصلين وما بين نيرفين. مين المصلين ومين النيرفين يا ترى؟ ها مين المصلين ومين النيرفين؟ خمن كده مين المصلين ومين النيرفين؟ المصلين مايلو هايويد وهايو بلوس. مايلو هايويد لاترال وهايو بلوس ميديال. طب مين النيرفين؟ في نيرفين داخلين في الحته دي يا ترى مين؟ ها في نيرف اهو جاي من فوق اهو ماشي كده اهو اهو هنا وفي نيرف جاي من تحت. ايوه مين دول يا ترى؟ مين دول ماشيين على الهايو بلوس؟ مين دول؟ اللي فوق لينجوال واللي تحت هايو بلوس. يبقى الديب بارت الحته الصغيره بتاعته دي احفظها ايه؟ ما بين مصلين وما بين نيرفين. ما بين مصلين ها وما بين نيرفين. طيب ها ركز معايا. طيب الجلاند دي لها كبسول ها الجلاند دي لها كبسول يا جماعه لها كبسول معمول منين؟ من الانفستنج فاشيا. الجلاند لها كبسول معمول من الانفستنج فاشيا. طب استنى هي الانفستنج فاشيا كانت عملت حاجه قبل كده كبسول بتاع ايه؟ الباروتيد. تمام يعني خد بالك ها الانفستنج فاشيا حوطت الساب مانديبولار وحوطت الباروتيد. ما بين الاثنين الانفستنج فاشيا عملت ليجامنت يعني هي محوطه الباروتيد يا جماعه ليكم معايا ومحوطه ها الساب مانديبولار. ما بين الاثنين الديب فاشيا عملت ايه؟ ليجامنت اسمه ستايلو مانديبولار. ساعات اسالك ستايلو مانديبولار ليجامنت ده اصله ايه؟ اقول له اصله انفستنج فاشيا. ها اصله ايه؟ انفستنج فاشيا. ماسك منين لفين الستايلو مانديبولار؟ بالستايلويد بروسيس لغايه الانجل اوف ذا مانديبولار. من الستايلويد لغايه الانج وبيفصل الاثنين جلاند عن بعض ها باروتيد عن السب مانديبولار سليفري جلاند. تمام يبقى ادي الانفستنج فاشيا محوطاها عامله بكبسول. بص الانفستنج فاشيا عشان تحوطها عملت ايه بقى هنا؟ الانفستنج فاشيا جايه من عند الهايويد بون راحت محوطاها اتقسمت طبقتين، طبقه سوبرفيشال مسكت في اللور بوردر بتاع المانديبول وطبقه ديب مسكت في المايلو هايويد لاين. الانفستنج فاشيا اتقسمت طبقتين عند الساب مانديبولار سليفري جلاند طبقتين، طبقه سوبرفيشال سوبرفيشال مسكت فين؟ في اللور بوردر بتاع المانديبول وطبقه ديب مسكت فين؟ الطبقه الديب في المايلو هايويد لاين. ها انفستنج فاشيا اتقسمت الى طبقتين ده الانفستنج ايه؟ فاشيا. الانفستنج فاشيا اتقسمت الى طبقتين حوطت الجلاد يعني. طيب الضغط بتاعتها الضغط اسمها سب مانديبولار ضغط او لها اسم تاني اسمها وارتونز ضغط. ها يقول لك اسمها ايه؟ اسمها وارتونز ها ضغط. ها عندي اتنين ضغط واحده اسمها وارتونز واحده اسمها ستينسون. ستينسون بتاعت مين؟ البارود. امال السب مانديبولار اسمها ايه؟ وارتونز. وارتونز ضغط دي طولها 5 سم وقارن ما بينها. افرض جاي سؤال قال لك قارن ما بين ستينسون و وارتونز. قارن ما بين ستينسون وارتونز. ستينسون دي كانت ماشيه ازاي؟ بتخترق الباكسينيتور وبتمشي شويه تحت الباكسينيتور وتفتح في الفيستبيول. بتفتح فين؟ في الفيستبيول بتاع الماوس عند الابر سكند مولار دوز. كانت اوبليك ما
معايا؟ تمام. انما الوارتونز دي جايه منين؟ هيقول لي جايه من عند السوبرفيش، طالعه من السوبرفيشال بارت، طولها 5 سم. بتعمل ايه؟ بتعدي على الديب بارت. هي اساسا ضغط جايه من السوبرفيشال درين الديب بارت، بتعدي على الديب بارت على الهاي جلوس. الضغط دي بتطلع لفوق، كل ده تحت المايلو هوي. الضغط دي طالعه وهي طالعه لفوق على الهاي جلوس، في نيرف قال لها انا هعمل معاك تريبل ريليشن. مين النيرف اللي عمل معاها تريبل ريليشن؟ اسمه ايه النيرف ده؟ لينجوال. النيرف ده عمل معاها تريبل، بقى لاترال ثم انفيريو ثم ميديا. وبعد كده طلعت الضغط دي لفوق، مشت على المصل دي هايو. مين المصل اللي قدامها دي؟ جينيو. مشت على الجينيو تحت جلاند، في جلاند هنا الضغط دي مشت تحتها. يا ترى مين الجلاند ده ايه؟ مين الجلاند دي؟ مين الجلاند دي؟ سب لينجوال سليفري جلاند. مشت تحت السب لينجوال، ها سليفري جلاند، سب لينجوال سليفري جلاند. تمام. ها عدت على الديب بارت، لينجوال نيرف عمل معاها تريبل ريليشن، مشيت على الجينيو جلوسس. دي جينيو يا جماعه، دي جينيو. المصل ده ايه اسمها؟ جينيو. المصل دي اسمها جينيو، ركز معايا يا جماعه، ركزوا معايا. المصل دي اسمها جينيو جلوسس، ها، ودي هايو جلوسس، ها. مشيت على الجينيو، خليك معايا كده وجمع معايا، مشيت على الجينيو. تمام. ها تحت جلاند، دي جلاند اسمها ايه؟ سابلينج. اهم حاجه بتفتح فين؟ كل ده اهم حاجه فيه بتفتح فين. الكورس بتاعها اهم حاجه اللي ما تنساهاش، يعني ممكن انسى الكورس بس ما انساش بتفتح فين. بتفتح فين بقى؟ جنب الفرينلم اوف ذا تونج، حته اسمها صابرينج والبابيلي. وزي برضو الباروت الضغط، باروت الضغط بتفتح فين؟ ها عند الفيستيبيول. اوعى تنسى بتفتح فين. بتفتح فين الايه؟ الصبر اللي هي صاب مانديبولار ضغط، بتفتح فين يا جماعه؟ جنب الفرينلم اوف ذا تونج، حته اسمها صابرينج والبابيلي. والكورس بتاعها السني، عشان اما اقارن ما بينها وما بين الايه؟ الستنسور. الثانيه كان الكورس بتاعها اوبليك، الاوبليك كورس ده كان بيبريفنت ايدز انفليشن ديورنج بلونج اوف ذا ماوث. شوف هنا بقى الكورس بتاعها يقول لك ايه؟ ها ستون ان ذا سب مانديبولار دكت از كومون. ليه يا عم ستون؟ ستون يعني بتتسد. ستون ان ذا سب مانديبولار دكت از كومون ليه؟ عشان فيسيت سكريشن، الجلاند سكريشن بتاعها فيسيت، يعني لازم والاسندنج كورس اوف ذا ايه؟ اوف ذا دكت. ها معايا الوارتونز دكت؟ ممكن يجي لك سؤال يقول لك قارن ما بين الوارتونز والستنسور. وارتونز وستنسور مهمين جدا الاثنين. وارتونز اللي هي سب مانديبولار، وستنسون اللي هي الباروتيد دكت. قارن ما بين، قارن ما بين السب مانديبولار ها والباروتيد ايه دكت. تمام. ادي السب مانديبولار دكت عرفتها كده اهي. ها سب مانديب بتفتح فين؟ جنب الايه؟ الفرينلم. انت عارف طبعا الفرينلم اوف ذا تونج، كلنا عارفين الفرينلم ولا لا؟ ها اللي هو اللي جاب اللي ماسك اللسان مع الفلور اوف ذا ماوث. لما تفتح بقك كده وتبص في المرايه، ارفع لسانك لفوق، تبص تلاقي الفرينلم. الفرينلم اللي هو اللي جاب اللي ماسك اللسان مع الفلور بتاعت الايه؟ الماوس. تمام. عرفنا كده السب مانديبولار. طيب بص بقى الارتيريا سبلاي بتاعها. ارتيريا سبلاي مين الارتري؟ بص مين الارتري؟ ها في ارتري ماشي في الحته دي كده، في ارتري ماشي هنا اهو، وفي ارتري ماشي هنا بيعدي تحت الهاي جلوسس. ها يا ترى مين دول؟ مين دول؟ الارت ده مين والارت ده مين؟ ها تعرف تقول لي مين دول؟ فكر كده معايا. واحد ماشي ورا كده اهو، ورا هنا اهو اهو، مين ده؟ ها واحد ماشي تحت الهايبو، مين دول؟ دول بيدوا ارتيريا سبلاي. ها فيشال، فيشال ولينجوال. فيشال ها ولينجوال. نعم لينجوال ديب للهايبروس. طب بيديها ازاي؟ عن طريق برانش منه سوبرفيشال الهايبروسس اسمه سوبرا هايبروس. بيديها عن طريق برانش سوبرفيشال الهاي جلوسس اسمه سوبرا هيوت. ها اللي بيديها ارتيريا سبلاي يا جماعه، ها مين ومين؟ ها مين ومين؟ ها فيشيال، ها ولينجوال. فيشيال ولينجوال. تمام. ها الاثنين دول ارتيريا سبلاي. طب النيرف سبلاي، النيرف سبلاي بتاع الجلاند تقول مين؟ لو نيرف سبلاي بتاع الجلاند اقول ايه؟ اهي الرسمه دي. سنسوري وسمباثيك وبارا سمباثيك. سنسوري منين؟ النيرف اللي هنا سنسوري، من غيره مفيش غيره اهو. لينجوال سنسوري من اللينجوال، عن طب يعدي في الجانجلون، اللينجوال برانش منه بيعدي في الجانجلون، دي سب مانديبولار، سب مانديبولار ويدي السب لينجوال والسب مانديبولار. سنسوري من اللي، طيب سمباثيك منين؟ سمباثيك ها سمباثيك اراوند الارت ده، مين الارت ده؟ فيشيال. سمباثيك اراوند الفيشيال ارتري، ها سمباثيك اراوند الفيشيال ارتري. تمام. طب السمباثيك ده بوست جانجليونيك ولا بي؟ طبعا بوست. كان عامل ليه اساسا كل السمباثيك ده؟ في السوبيريور سيرفايكال سمباثيك. ها بوست.
تمام. امال الباراسمباثي جاي منين؟ لا الباراسمباثي جاي من نيرف. بص النيرف ده جاي من الفيشيا. بص الفيشيا اهو، ها الفيشيا طالع من البونز، طلع برانش منه جوين دي لينجوال. اما قال لي لينجوال استنى يا لينجوال انا جاي معاك استناني، قال له انت مين؟ قال له انا الكور ده ايه البنان اهو. النيرف هنا ده يا جماعه الباراسمباثي مين؟ الكور ده ها تمبانون. الباراسمباثي مين؟ الكور ده تمبانون. ها السنسوري لينجوال، السمباثيك سمباثيك اراوند الفيشيا، الباراسمباثيك كوردا تمباناي اللي هي جايه مع اللينجوال. تمام، لازم تقول النيرف سيند. يبقى ممكن يقول لك كده ايه، طب سؤال كده، قارن ما بين النيرف سبلاي بتاع الباروتيد وبتاع السبمانديبولا، بتعرف تقارن؟ اه طبعا اقارن. السنسوري بتاع الباروتيد كان مين؟ اوريكولو تمبورال وجريد فوليكولار. ها سمباثيك بتاع الباروتيد منين؟ حد فاكر؟ سمباثيك اراوند الانترنال كاروتيد. الباراسمباثيك بتاع الباروتيد كان اسمه ايه؟ جلوسو فارينجيال ليزر بتروزر. هنا بقى طب مين النيرف سنسوري لينجوال؟ طب مين النيرف السمباثيك؟ سمباثيك اراوند الفيشن. طب مين النيرف الباراسمباثيك؟ ها اللي هو الكوردا تمباناي برانش منين؟ معايا يا جماعه كده؟ ادي ايه قصه الايه السنسوري ها والسمباثيك والباراسمباثيك. تمام، نيرف صبلان. يلا يا جماعه نيرف صبلان خلاص كده. طيب قال لي في ايه بقى كمان؟ خلصت الصب من دبره سالبه لجلان. طبعا في عنوان عندك ها نعم استراكشر في الفلور اوف ذا ماوس. قلناها استراكشر في الفلور اوف ذا ماوس ده، بص العنوان ده ممكن يجي لي بثلاث مواضيع والثلاثه نفس الاجابه. يقول لك استراكشر في ايه في الفلور اوف ذا ماوس، هي نفس الاستراكشر يا جماعه اللي دي تو ذا مايلوهويد، نفس الاستراكشر اللي دي احنا قلناها الحصه اللي فاتت، والاستراكشر السوبرفيشال للهايبروسس. في حاجات على الهايبروسس سته، ما تنساش الهايبروسس عليها سته. سته دول بحفظهم ازاي بتوع الهايبروسس؟ ثلاثه سب مانديبولار ونيرفين ومصل. احفظ ازاي على الهايبروسس ايه كلمه السر بتاعتهم؟ ثلاثه سب مانديبولار، ثلاث حاجات فيهم كلمه سب مانديبولار ها ونيرفين اثنين لينجوال وهايبروسس وايه ومصل. مين المصل اللي فوق الهايبروسس؟ مين المصل؟ ستايلو جلوسس. ستايلو ايه؟ جلوسس. ثلاثة سب مانديبولار ونيرفين، كل دول في الفلور اوف ذا ماوس. فلور اوف ذا ماوس يا جماعة اللي هي الحاجات اللي ديب تو ذا مايلو هيرود. معايا طبعا فيهم الجلوسس، فيهم الهايو والجينيو والستايلو. معايا بس الجلوسس دي هيشرحها لي مع الطنج، يعني ممكن يقول لي ايه؟ هل الجلوسس في الفلور؟ اه ما في الفلور اوف ذا ماوس. معايا في الفلور بتاعة الايه؟ الماوس، بس هيشرح لي الجلوسس دي معايا لوحدها مع الطنج. هو دلوقتي هيشرح لي ايه جلاند اسمها سابلينجوال سليفري جلاند. سابلينجوال بتبان قوي في الرسمه دي اهي، كورونال سيكشن ده. كورونال سيكشن ده السابلينجوال وده السب مانديبولار. سابلينجوال سليفري جلاند اهي فوق المايلو هيويد، موجوده في الفلور اوف ذا ماوس. ها الفلور اوف ذا ماوس يعني ايه؟ اي حاجه فوق المايلو هيويد. ها الفلور اوف ذا ماوس هو الحته دي كده اهو. سابلينجوال سليفري جلاند في الفلور اوف ذا ايه؟ ماوس، يعني فوق الديافراجما هوريس. دي الدايفراجما هو ازاي؟ دي سابلينجوال سليفري ايه؟ جلاند. سابلينجوال سليفري جلاند خد بالك بقى معايا موجوده تحت الميوكس ممبرين بتاع التانج. ده تانج الرسمه دي، تانج ده الميوكس ممبرين وادي المايلو هيود مصر. موجوده تحت الميوكس ممبرين يا جماعه بتاع التانج فوق المايلو هيود مصر. قول لي الريليشن ما تشكلش اي مشكله من الرسمه دي. ايه الريليشن بتاعتها؟ يا ترى لاترال ليها ايه؟ ده اهي في الحته دي في المندبل اسمها ايه؟ ايوه سابلينجوال فوسا. ها سوبر لاترال ليها ايه؟ سابلينجوال. عارف حاجه هنقولها في المندبل لسه هنقولها عملي. سابلينجوال فوسا لاترال ليها سابلينجوال فوسا. ها لاترال للسابلينجوال سابلينجوال فوسا بتاعت المندبل معايا. طب ميديا ليها مين العضله دي ومين العضله دي؟ خمن كده معايا مين دي؟ ها مين ده ايه؟ مين دول اتنين واتنين دول؟ مين دول؟ ايوه حد يعرف ولا لا؟ ده ايه جينيو جلوسس ودول جينيو هيوت. جينيو بلوسس وجينيو هيويد. ها اللي هم جايين منين؟ من جينيال تيوبركل، واحده يمين واحده شمال. اهي جينيو بلوسس وجينيو هيويد. قال لي ميديا ليها الجينيو بلوس. طب ايه اللي بيفصلها عن الجينيو بلوسس يا جماعه؟ نيرف وضغط. مين النيرف؟ مين النيرف اللي هنا والضغط اللي هم عملوا فليبر ريليشن مع بعض دول فاكرهم؟ اهو اللينجوا النيرف وايه؟ والسب مانديبولار ضغط. ميديا ليها جينيو جلوسس ولينجوا نيرف وسب مانديبولار ضغط. طب فوقيها ايه؟ قول من الرسمه، قول من الرسمه، الرسمه اللي هتقول لك يا ترى فوق السب لينجوال سليفري جلاند ايه؟ ميوكس ممبرين بتاع الماوس. طب تحتها ايه؟ مايلو هيويد ماسل. بس السب لينجوال سليفري جلاند ريليشن.
جبناها من الرسم. الرسومات يا جماعه، الرسومات، الرسومات ده ايه؟ ذاكر عليها. الرسومات هتسهل لك الدنيا جدا. الرسم هتقول لك الكلام بتاع الكتاب. ها اقولها تاني؟ حاضر. ها لاترال السابلينج واللاترال ليها ايه؟ سابلينج والفصة اوف ذا مانتل. الحته دي اسمها سابلينجوال فوسا فوق المايلوهيود لاين. ها حته اسمها سابلينجوال فوسا حته في المندل. طيب ميديا ليها ايه؟ ميديا للسابلينجوال سليفري جلان مصر اسمها جينيو جلوسس. ها ونيرف وضغط. مصر اسمها ايه؟ جينيو جلوسس ونيرف اسمه لينجوال نير وصاب مانديبولار دكت. ها فوق السابلينجوال سليفري جلاند ايه؟ ميوكاس ممبرين بتاعه الماوس. تحت السابلينجوال سليفري جلاند ايه؟ مايلو هويد معايا. ها فوقها تحتها ميديال لاترال. معايا يا جماعه كده؟ ها ذاكرت على الرسمه دي قلت الريليشن خلاص. طيب النيرف سبلاي يا جماعه خليك معايا، النيرف سبلاي بتاع السابلينج زي بالظبط السب مانديبولر، نفس اللي انت قلته في السب مانديبولر قوله في السابلينجوال. طيب الارتيريال سبلاي بتاخد منين بقى؟ بتاخد من اللينجوال مش من الفيشيا. ليه بقى؟ ليه بتاخد من اللينجوال؟ ايه ليه؟ خليك معايا. السابلينجوال سليفري جلاند بتاخد من اللينجوال مش من الفيشيال. الفيشيال ما بيوصلهاش. سابلينجوال برانش بتاع اللينجوال تكتب جنبها كده نوت فيشيال، ما بتاخدش من الفيشيال ابدا. فيشيال ارتر عمره ما يدي السابلينجوال سليفري جلاند، بتاخد من اللينجوال نوت فيشيال. انما الساب مانديبولر كانت بتاخد من اللينجوال والفيشيال، انما السابلينجوال بتاخد من اللينجوال ارتري بس. لما تذاكر الارترهات افتكري الفيشيال عمره ما يدي السابلينجوال. عمره لو جالك في ام سي كيو قول لا. الفيشال ما يديش انما يدي الساب مانديبولار. يدي مين؟ الساب مانديبولار تمام؟ لينجوال نوت فيشال. معايا ادي الايه؟ الكلام بتاعك. طيب في عندي بارا سمباثيك جانجليون مهمه قوي. بارا سمباثيك جانجليون. ها معايا يا جماعه؟ جانجليون ده ايه؟ بارا سمباثيك جانجليون. مين البارا سمباثيك جانجليون دي؟ اسمها ساب مانديبولار جانجليون. ها كل جانجليون اول حاجه هيقول لي ديفينيشن. في نيرف يا جماعه بيشعلقها ونيرف بيشغلها. متشعلقه مع مين؟ قول انت بقى، قول فكر، فكر معايا. يا ترى الصاب مانديبولر متشعلقه مع مين؟ مع اللينجوال. طب مين اللي بيشغلها؟ فورتا تمبانون. هيقولها لك في الكتاب ايه؟ ها شوف كاتبها لك في الكتاب ايه؟ كونكتد اناتوميكالي مع اللينجوال، انما كونكتد فانكشنالي مع الكوردا تمبانون. نيرف بيشعلقها ونيرف بيشغلها. تمام دي الساب مانديبولار جانج. طب مهم قوي في الجانجل يا جماعه السايد بتاعها والروت. يا ترى الساب مانديبولار جانج مكانها فين؟ مكانها على الهايوبلوسس على الابر اهي. الهايوبلوسس اهي شوف انا راسمها ايه. الهايوبلوسس على الابر بارت الساب مانديبولار جانج مش علاقه في اللينجوال نيرف. ها تعتبر في الفلور اوف ذا في الفلور اوف ذا ماوس. ها تعتبر في الفلور اوف ذا ايه ماوس. طب الروت بتاعها مين النيرفات اللي داخله لها؟ سهل قوي يا جماعه، سهل قوي. النيرفات اللي داخله واحد سنسوري وسمباثيك اهو وبارا سمباثيك. ما انت ممكن تقولهم لوحدك والله. سنسوري منين؟ ايوه قول انت. لينجوال مش هتعرف تغلط. ها لينجوال. طب سمباثيك منين؟ سمباثيك اراوند الفيشيال بوست جانجليوني وبيعدي وزاوت الليه. طب البارا سمباثيك منين؟ قول له بقى القصه من اولها. من اول مين؟ اقول له من اول نيوكلي اسمها سوبيرو سليفري نيوكلي. طلعت نيرفس انترميدياس بتاع الفيش، طلع الكوردا تمبانان. كوردا تمبانان دي اتشعلقت في مين؟ في اللينجوال. اللينجوال ده وهو ماشي عمل سسبنشن للساب مانديبولر اداها ايه؟ سنسوري وبارا سمباثيك. ايوه بارا ايه؟ سمباثيك. طبعا طب اللي طلع منها الجانجلون دي طلع منها سنسوري وسمباثيك وراح لمين؟ ها كل اللي طلع منها برانشاتها راحت لمين يا جماعه؟ راحت لمين؟ للساب مانديبولر والساب لينجوال سليتري. الجانجلون دي بتخدم على الاثنين جلاند دول. تمام ادي ايه؟ ادي الساب مانديبولر. مهمين جدا على فكره، مهمين جدا الاربعه بارا سمباثيك الجانجل اللي عندك في الكتاب. احنا حكينا عليهم لخصهم لك طبعا مش هنعدي، احنا عدينا عليهم الاربعه اللي هم السيلري. السيلري في الاوربت مهمه جدا. ها والاوتيك، الاوتيك وسفينو بالاتاين ها او تيليبو وساب مانديبولر. عندي كام بارا سمباثيك الجانجل؟ عندي كام؟ اربعه. يعني لما يجي يقول لك كده سؤال كده يقول لك قول لي كل الحاجات اللي سبلايد بالبارا سمباثيك في الهيد والنيك. تعرف تقولها؟ كل الحاجات اللي سبلايد بالبارا سمباثيك في الهيد والنيك كلها. اقول ايه؟ اشوف الاربعه جانجل دول بيدوا ايه؟ يعني ايه؟ ها يعني البارا سمباثيك اللي بتدي ايه؟ كولسترول بيبيلي والسيلاري مقهى. ها
طب مين بقى السينوبلاتين بتدي ايه؟ ها مين لاكتمال جلان وميوكوس جلان بتاع النزول بلات والفرد. طب مين بعد كده الاوتيك بتدي ايه؟ باروتيك جلان. طيب اللي هي السبمن دي بتدي باراسمباثيك لمين؟ للسبمن ديبولر والسابلم. شوف كل الباراسمباثيك بتاع ليدو نيك. سؤال يخض كده في اخر السنه بس ايه؟ بس سؤال تافه. قال الباراسمباثيك اوف ذا هيد اند نيك. يا سؤال صعب يا ولا صعب ولا حاجه. هات الباراسمباثيك جانجلوم وشوف بيدوا ايه. هات الباراسمباثيك وشوف بيدوا ايه. معايا هات الباراسمباثيك جانجلوم وشوف بيدوا ايه. معايا فادي ايه؟ ادي يا جماعه الكلام بتاع ها الايه السبمانديبولار تايب. بعد كده خش على الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند مهمه جدا. ها بص معايا الثيرويد جلاند يا جماعه، يا ريت تركزوا معايا. الثيرويد جلاند، الثيرويد جلاند من اول الليفل بتاعها من اول اكستنشن بتاعها مهم قوي. الثيرويد له بوصات ايه وايه بيمتد منين لفين؟ بص على الرسمه دي من اول الاكستنشن، من اول اكستنشن ها اللوب ممتد منين لفين يا جماعه؟ اللوب ها اللوب ممتد من عند الاوبليك لاين بتاع الثيرويد كارتليج لغايه التراكيه رينج رقم 5 أو 6. تاني معايا يا جماعه مركزين، الثيرويد لوب ممتد منين لفين؟ الثيرويد لوب ممتد منين لفين؟ الثيرويد لوب ممتد من عند الاوبليك لاين بتاع الثيرويد كارتليج اهو لغاية التراكية رينج رقم كام؟ ها؟ 5 أو 6. يا ريت تعرف كده. بص أنا عندي كام تراكية رينج؟ قلت لي عندي كام تراكية رينج؟ ما على فكرة من 16 ل 20. هو ممتد لغاية التراكية رينج رقم كام؟ 5 أو 6. آدي اللوب. آدي الثيرويد لوب، تمام؟ ممتد من عند الأوبليك لاين بتاع الثيرويد كارتريج لغاية التراكية رينج رقم كام؟ 5 أو 6. ده الثيرويد لوب. أمال الإسمص؟ الإسمص قصاد التراكية رينج رقم كام؟ قصاد التراكيه رينج رقم كام الاسمس؟ ها؟ قصاد التراكيه رينج 2 و3 و4. الليفل ده مهم. الاسمس قصاد 2 و3 و4. اللوب قصاد التراكيه رينج ها؟ من اول اوبليك لاين لغايه 5 أو 6. رسم معايا على السبوره ايه؟ رسم على السبوره، رسم معاكم. الناس اللي واخدوا معايا الورقه اللي هتلاقي الرسومات دي فيها ايه؟ معايا الرسمه دي معاك اهي، الرسمه دي معاك. ممتد من اللي فين؟ اوبليك لاين بتاع الثيرويد كارتريج لغايه التراكيه رينج رقم 5 أو 6. والاس طيب قصاد ها قصاد يا جماعه قصاد الفرتبرا كام؟ هيقول لك فرتبرا ليفل. يا ترى اللوب قصاد الفرتبرا كام؟ اقول له من سي 5 لغايه تي 1. من سي 5 لتي 1. خد بالك الابر بوردر، عايز اقول لك ليفل كده، الابر بوردر بتاع الثيرويد كارتج عند فين؟ معاه ها ادري الابر بوردر بتاع الثيرويد كارتج ادري ما بين سي 3 وسي 4. طب الهيرويد بون عند الليفل بتاع كام يا ادري؟ سي 2. هيرويد بون عند سي 2. الابر بوردر بتاع الثيرويد كارتج ما بين سي 3 وسي 4. الهيرويد بون عند سي كام؟ سي 2. ها الابر بوردر بتاع الثيرويد سي 3 و4 ده الليفل ده مهم قوي. فاكر الليفل ده بتاع ايه؟ حد ابتدى يذاكر هيد ونيك؟ ما بين 3 و4 نهايه الكومون كاروتيد وانقسامه الى انترنال واكسترنال. فانا عندي ده اهو اللوب ممتد من سي 5 لغايه تي 1، تمام؟ اللوب من عند سي 5 لغايه ايه؟ تي 1، ده اللوب. طيب انت الثيرويد جلاند، الثيرويد جلاند واحد يسالك سؤال يقول لك ايه؟ سؤال مشهور قوي، ليه الثيرويد جلاند ما بتقعش في السوركس؟ يعني ممكن الثيرويد جلان تقع في السوركس؟ او سؤال تاني، الثيرويد جلان لما يحصل فيها سويلنج ليه بتتحرك مع البلع؟ جيف ريزون، جيف ريزون، ليه الثيرويد سويلنج بيتحرك مع البلع؟ في الحاله دي اشرح له حاجه اسمها البريتراكيال فشل. الاجابه لازم اقول له ان انا عندي في حاجه اسمها البريتراكيال فشل. ماسكه منين لفين البريتراكيال فشل؟ الرسمه دي ماسكه من عند الهيرويد بون والثيرويد كارتريج، محوطه الثيرويد جلاند بتنزل تحت لغايه الصوره، بتمسك في الارش وفي الاورت او الفايبرس بري كارتريج. اهي ماسكه منين فوق؟ ها هيرويد بون، وماسكه في الثيرويد، وماسكه في الكريكويد. شايف البري تراكيال فاشل؟ ايه الرسمه دي كده؟ دي البري تراكيال فاشل نازله كده قدام التراكيه، سموها بري لانها قدام التراكيه. مسكت في الهيرويد ثيرويد كريكويد كارت، نزلت مسكت في الارش وفي الاورطه وهي نازله بتحوط يا جماعه الثيرويد جلان، مخليه الثيرويد جلان لازقه في الثيرويد كارتريج والكريكويد كارت، والثيرويد والكريكويد دول لاندنجز بيتحركوا مع البلع، يبقى بالتالي الثيرويد جلان بتتحرك مع البلع. يبقى جيف ريزون ليه الثيرويد جلان بتتحرك مع البلع؟ السبب في البري تراكيال فاشل. يبقى اشرح له البري تراكيال فاشل. السبب في البري تراكيال ايه فاشل، تمام؟
طيب الثيرويد جلاند هيقول لي بقى ايه؟ ها؟ لها وصفها بقى، لها ايبكس، لها ايبكس ها؟ ولها بيز، الايبكس فوق بيوصل لغايه الاوبليك لاين بتاع الثيرويد كارتج. البيز بتاعها بيوصل لغايه التراكيال رينج رقم ها؟ خمسه او سته. في ارتري بيبقى جاي من فوق، في ارتري، بص الارتري ده ها؟ هنرسمه دلوقتي. الارتري في ارتري جاي من فوق سوبيرو ثيرويد ارتري، بيجي عن فوق كده ويتقسم الى انتيريور برانش وبوستيريور برانش. انتيريور ها وبوستيريور. الانتيريور برانش ده، بص الانتيريور برانش بتاع السوبيرو ثيرويد ها يمشي من قدام يا جماعه ويروح الناحيه الثانيه، يقابل الانتيريور برانش بتاع الناحيه الثانيه. هو في زيه الناحيه الثانيه، يقابلوا بعض فين؟ الانتيريور الشمال ويمين يقابلوا بعض فين؟ قول كده، يقابلوا بعض فين؟ يقابلوا بعض فين؟ يقابلوا بعض فين؟ فوق الاسفنس. انتيريور شمال ويمين يقابلوا بعض فوق الاسفنس. امال البوستيريور ده يقابل مين؟ البوستيريور ده يقابل مين؟ البوستيريور بتاع السوبيرو يقابل مين ورا؟ قال لي في ارتري جاي من تحت. مين ده؟ مين اللي جاي لهم من تحت ده؟ مين؟ انفيرو ثيرويد ارتري. يقابلوا بعض ورا ها؟ ورا عند ايه؟ في بوردر للجلاند مش مهم، حته البوردر بتاعها دي ما بتبقاش واضحه. فين؟ مش واضحه. انما فيها ايبكس ها؟ اللي هي الابر اند بتاعتها، وفيها بيز بتوصل لغايه فين؟ الايبكس عندها سوبيرو ثيرويد ارتري بيتقسم لانتيرو بوستيريور، البيز عندها ارتري جاي من تحت اسمه ايه؟ انفيرو ثيرويد ارتري. سوبيرو ثيرويد ارتري يا جماعه بيتقسم لانتيرو بوستيريور، الانتيرو بيقابل الناحيه الثانيه فوق الاسمس، البوستيريور بيقابل من تحت انفيرو ثيرويد ايه؟ ارتري. تمام. ادي ايه؟ وصف الجلاند. طب الجلاند لها ايه؟ كام ها سيرفيس؟ لها كام سيرفيس؟ ارسمها، انا راسمها هنا بس ارسمها لكم رسمه كبيره شويه واضحه ها؟ الجلاند لها كام سيرفيس؟ الثيرويد جلاند لها كام سيرف؟ ذاكر لي الايبكس، البيز بتاعها، الابر اند واللور اند ها، وعندها ارتري، وعندها ارتري، خلي بالك ها، وذاكر عن السيرفس بعد كده لها كام سيرفس. اهي مقطع في الجلاند كده، بنرسم المقطع ده كده اهو، ده كروس سيكشن في ها الثيرويد جلاند. ده لوب يا جماعه، ده لوب ها، وادي لوب، واللي في النص ده الاسمس. يا ريت تركز معايا. لها كام سيرفس بقى؟ ها قلت كام؟ ها قول معايا، اسبقني في الكلام، لو انت ركزت معايا قلت هتلاقي المذاكره سهله. ها ده لها لاترال سيرفس ها، وهنا ده بوستيرو لاترال او بوستيرو، وادي ميديا. تمام. اللاترال سيرفس ده ريليتد لايه؟ تعالى هرسم وانا بقول لك اهو. ها ريليتد لسكين، سكين ها وسوبرفيشال فاشيا، وفي عندي بلاتيزما، بلاتيزما سوبرفيشال فاشيا وبلاتيزما، وفي انفست، انفستنج فاشيا هنا لازم تحوط لك مصل. ايوه ده في مصل متحوطه بالانفستنج. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ مين المصل هنا اللي متحوطه بالانفستنج فاشيا؟ ستيرنو ماستوي ها. سكين سوبرفيشال فاشيا وبلاتيزما، انفستنج فاشيا محوطه الاسترنو ماستوي. خش تحت الاسترنو ماستوي تلاقي ان هو في مصل ستيرنو هنا ومصل ستيرنو هنا ومصل اومون اهو. مين بقى دول؟ مين دول؟ ها ستيرنو ايه وستيرنو ايه واومو ايه؟ الثلاثه دول ايه بيتميزوا ان هم سبلايد بالانسا سيرفايكالز. ها ستيرنو هيو ايه واومو هيو ايه سوبيرو بي بتاعها وستيرنو ها ثيرويد. خليك معايا. ها ستيرنو، ستيرنو واومو، الثلاثه دول ايه اللي هم الثلاثه دول ها مهمه قوي مكتوبه في الكتاب عندي سبلايد بالانسا سيرفايكالز، تعرفهم ها على الثيرويد جلاند. تمام اهو. ها لاترال ليها اربعه، هيقول لك في الكتاب كده اربعه فاريبل، اربعه فاريبل ستراكشر اللي هم سكين وسوبرفيشال فاشيا وبلاتيزما وانفستنج فاشيا، واربعه ماسل ستيرنو ها ماستويد ستيرنو هيرويد ستيرنو ثيرويد معايا واومو هيرويد، معايا ستيرنو هيرويد وستيرنو ثيرويد واومو ايه هيرويد. تمام. ادي ايه؟ ادي لاترال. طب بوستيرو لاترال مين هنا يا جماعه؟ مين بوستيرو لاترال؟ مين بوستيرو لاترال؟ كاروتي تشيز. ها كاروتي، اسالك سؤال، اسالك سؤال، كاروتي تشيز هنا في كومون كاروتيد ولا انترنال كاروتيد؟ في كومون ولا انترنال؟ مين فكر وقال؟ مين فكر؟ ارسم هنا كومون ولا انترنال؟ ها كومون. ليه كومون؟ ليه كومون؟ جاوبتني ليه؟ لان احنا هنا تحت الليفل ما بين 3 4 5 6 ها كومون كاروتيد. تمام. ها ثم انترنال جاجولار فين، انترنال جاجولار فين وفيجاس نيرف. ها معايا كومون كاروتيد انترنال جاجولار فين وفيجاس نيرف. تمام. بصيروا لك. طب ميديا ريليشن يا جماعه ركزوا معايا، ميديا ريليشن لها ايه؟ ميديا ليها يا ترى الثيرويد جلاند نايمه على ايه؟ ميديا ليها، بص الرسمه دي تعالى نقولها. ميديا ليها ها همسح كده عشان كلنا نشوف في الحته دي كده اهي، احنا قلنا لاترال وبوستيرو لاترال وميديا ها.
ميديال يا جماعه، ميديال ايه؟ اروح راسم الرسمه دي، بص كده هرسم وانا بقول الهايويد بون، وادي ثايرويد كارتريدج، وادي ثايرويد، وادي كريكويد اهو، وادي هنا ها دي التراكيه، وهنا الاوسوفيجاس ها الاوسوفيجاس ها. يا ريت يا اولاد تركزوا معايا، وفي عندي ان اهو ماسل ورا هنا. ايوه يا ريت تقول لي مين الماسل دي. انت راجل مذاكر. مين الماسل اللي لها جزئين؟ لها جزئين ها، سايرو فارنجس وكليكو فارنجس. ايوه في ناس ممكن تعرفها. وماسل اهو في الحته دي كده اهي، ماسل اهو ايوه كده. وفي نيرفين، في نيرف ها، في نيرف ماشي جاي من فوق رايح يدي الماسل دي اهي، الماسل دي كده نيرف سبلاي. وفي نيرف ما بين التراكيا والاوسوفيجاس. مين ده؟ اكسترنال لارينجا وريكارنت لارينجا. اللي جاي من فوق ده مين؟ اكسترنال ها لارينجيال. واللي جاي من تحت ده مين يا جماعه؟ ريكارنت لارينجيال. ها بص بقى قال لك ايه، شوف هحفظها لك ازاي في الكتاب. لما تيجي تذاكرها بالكتاب بتروح تلاقي الكتاب معاك، عايز احفظك بالكتاب. يقول لك ايه؟ ميديال ليها اثنين تيوب اباف، اثنين تيوب فوق، اللي هم التيوب دي والتيوب دي بيخلصوا عند سي 6 اخرهم سي 6. ها مين الاثنين تيوب دول؟ اللارنكس والفارنكس. طب اثنين تيوب تحت سي 6 ها، التراكيه والفوكس. طب اثنين ها كارتريدج، ثايرويد وكريكويد. طب اثنين ماسل، ايوه كريكو ثايرويد، اسمها كريكو ما بين الكريكويد اسمها كريكو ثايرويد ها. والماسل دي احنا كده ورا المنظر ده سايد فيو، المنظر ده سايد فيو. الماسل دي اللي ورا دي اسمها ايه؟ انفيريور كونستريكتور. سايرو كريكو هتفتكرها كده ان لها جزئين، سايرو كريكو ايه؟ فارنجس انفيرو كوليستريك. طب نيرفين، مين النيرفين؟ واحد جاي من فوق ها، جاي من فوق ها رايح للكريكو سايرو اسمه كسرنا لارينج، هو اللي بيديها نيرف سبلاي. واحد ماشي ما بين التراكيا والاسوفيجاس ماشي في جروف اسمه ايه؟ ريكارنت لارينج. الثايرويد لوب موجود فين بقى في الحته دي؟ بص الثايرويد لوب، الثايرويد لوب بص موجود هنا اهو، ادي اهي احنا باصين كده منظر سايد فيو، يعني ده لوب والناحيه الثانيه في لوب وفي اسمه سينوس. ده لوب احنا كده، ده انتيريور وادي بوستيريور، ده انتيريور وادي ايه؟ بوستيريور. يبقى ميديال ليه ايه؟ ميديال يعني ديب. ليه يا جماعه؟ ميديال يعني ديب. قال لك ايه بقى في الكتاب؟ ميديال للثايرويد لوب اثنين تيوب اباف ها، اثنين تيوب بلو، اثنين ها مصر، اثنين كارتريدج واثنين نيرف. معايا اربع كده كام؟ اثنين لا خمس اثنينات، خمس اثنينات. قال لك كده خمسه في اثنين، ادي الميديال ريليشن دي تمام. يبقى انا عرفت اللاترال السيرو لاترال الميديال ريليشن. طيب الاسمس، الاسمس اهم ما فيه، اهم ما في الاسمس ها هو ليه ابر بوردر. بص كده معايا ليه ابر بوردر، ابر بوردر ها، ادي لوب وادي لوب اهو، ادي ده كده، ادي الاسمس الحته دي ليه ابر بوردر. يا ريت تركزوا معايا، ركز معايا ادري ها. ابر بورد، ابر بوردر عنده ها في لوب صغير كده، في لوب هنا اهو، وفي حته حبل كده طالع واصل لغايه الهايويد بون. ايوه مين دول؟ تعرف دول اساميهم مين؟ بيراميدال لوب وليفيتور جلاندولار ثايرويد. دول اصلهم ايه في الامبريولوجي؟ ثايروبلوس الضغط. بيراميدال لوب وليفيتور جلاندولار ثايرويدي ها، بيراميدال لوب وليفيتور جلاندولار ثايرويد. الاسمس في ارتري بقى مش مكتوب في الكتاب، بقى في ارتري بيدي الاسمس جاي كده اهو، يا ترى مين ده؟ طبعا ده معروف قوي الارت ده. وفي ايه كمان؟ ها في ايه كمان؟ خارج من عند الاسمس فين؟ فين واحد يمين واحد شمال بس بيتاخدوا مع بعض. اهو ها مين الفين اللي خارج من عند الاسمس؟ انفيرو ثايرويد. ها الاسمس فوق ايه؟ فوقه بيراميدال لوب وليفيتور جلاندولار ثايرويد. طبعا فوق اناستوموزس مشهور قوي، فوق الاناستوموزس ما هو ده السوبيرو ثايرويد ارتري، شمال ويمين بيدي انتيرو برانش او انتيرو برانش، بيعملوا اناستوموزس فوق الاسم. اما البوستيرو برانش بيرجع لورا. ها بوستيرو برانش راجع لورا، قال لي فوق الاسمس اناستوموزس ما بين ها الايه؟ الانتيرو برانش بتاع السوبيرو ثايرويد ارتري وبيراميدال لوب وليفيتور جلاندولار ثايرويدي، تحت الاسمس في ايه؟ ها المفروض يقول لي كده ما قالش ثايرويد ايما ارتري، لازم اقول له ثايرويد ايما ارتري. معايا جاي من الارش في الاورطه. وفي ايه كمان؟ ها في انفيرو ثايرويد اي في. قدام الاسمس ايه؟ طبعا سكين وسوبرفيشال فاشيا. معايا مفيش بلاتيزما على فكره، مفيش بلاتيزما. قدام الاسمس في سكين وسوبرفيشال، البلاتيزما ما بتوصلش قدام. سكين ها سكين وسوبرفيشال فاشيا من غير بلاتيزما، اكتب كده من غير بلاتيزما. بس في فين قدام هنا اسمه انتيرو جاجولار فين، اللي هو بيبقى عامل الجاجولار ارش.
في السوبرفيشال فاشيا سكن وسوبرفيشال فاشيا من غير بلاتيزما ها وانتيرو جاجولار فين وجاجولار ارش ورا الاسمس الاثنين وثلاثة واربعة تراكيري قدام الاسمس سكن سوبرفيشال فاشيا من غير بلاتيزما في انتيرو جاجولار فين وفي جاجولار ارش معايا قدام الاسمس ها ورا الاسمس ها ايه يا جماعه ورا اللي هو 2 و3 و4 تراكيري طيب في حاجه بقى مهمه جدا في الثايرويد جلاند الارتيريال سبلاي بتاعها وعلاقته مع النيرفات تعالى نبص على المنظر ده نعم اتفضلي ده انتيرو بوستيرو بريش ايوه جاي من فوق بص يا جماعه يلا نقول بقى البلاد سبلاي بتاعه الارض بصوا معايا ها بصوا معايا نعم سكن وسوبرفيشال فاشيا من غير بلاتيزما ناصر السنو هيقعد ايوه حته منها ما صح حته من السنو هيقعد صح ما هو ده مش مشكله اهم حاجه السكن والفاشا والفين جاجولار فين سوبر فيشا الفاشا بس السنو هيقعد اساسا موجوده في الجنب جايه حته من على الاسم يلا يا جماعه بصوا معايا ايه في عندي الارتيريال سبلاي ادي السنو الكاروتيد السنو الكاروتيد يلا يا جماعه بصوا معايا عشان الكلام ده مهم سنة الكاروتيد بيطلع برانش بيدي الثيرويد جلان اسمه سوبيرو ثيرويد ارت بص السوبيرو ثيرويد ارت نازل كده اهو بيجي عند الثيرويد يدي انتيرو برانش ها وبوستيرو برانش تمام بيعمل سبلاي ايه السوبيرو ثيرويد ارتري بيعمل سبلاي لايه ها بيعمل سبلاي الابر بارت بتاع اللوب الانتيرو سيرفيس بيعمل سبلاي الاسمس نص الاسمس ده السوبيرو ثيرويد ارتري بيدي اللوب وحته من الاسمس تمام ادي السوبيرو ثيرويد ارت ايه اهم حاجه في السوبيرو ثيرويد ارت النيرف اللي بيدي ديب هو مالوش دلوقتي هيقولوا مع السوبيرو ثيرويد بص بقى في نيرف جاي من فوق كده يا ريت تركز معايا في نيرف جاي من فوق النيرف ده اسمه سوبيريور لارينجيال نيرف سوبيريور لارينجيال نيرف ده ها جاي من فيجاس يروح مقسوم السوبيرو لارينجيال نيرف الى انترنال لارينجيال داخل جوه اللارنكس بيخترق حاجه اسمها ثيرويد ميمبرين ويخش جوه اللارنكس واكسترنال لارينجيال يمشي هنا اكسترنال لارينجيال رايح يدي الكريكو ثيرويد اهم حاجه ها ان حتى في عينه بلاستيك هناك في الكليه فيها المنظر ده عينه بلاستيك معايا هوريها لك لما اوريك عينات البلاستيك بالايه بالصور بتاعتها ده السوبيرو لارينجيال اتقسم الى انترنال ها واكسترنال لارينجيال اتقسم ها الى انترنال واكستر تمام عشان في كلينيكال اناتومي هنا مهم قوي اما بيجوا يربطوا السوبيرو ثيرويد ارتري اثناء عمليه ثيرويدكتومي يربطوه قريب من الجلد يبقى انا عندي ادي اول حاجه السوبيرو ثيرويد ارتري ايه ارتري كمان بيدي الجلاند ايه ارتري ها عند ارتري اسمه انفيرو ثيرويد جاي منين سب كليفيان ارتري تحت كده السب كليفيان متقسم بعضله اسمها سكالينوس انتيريو متقسم بعضله اسمها الى متقسم الى فيرست وسكند وسير من فيرست بارت بتاعته طالع ارتري اسمه سايرو سيرفايكال ترانك سايرو سيرفايكال ده بيدي اتنين ماشيين بالعرض مين هما الاتنين ماشيين بالعرض ترانسفير سيرفايكال وسوبرا سكاب ويدي واحد يطلع لفوق لغايه سي 6 وبعد كده يروح للثايرويد لوب اهو اسمه ايه اللي طالع لفوق ده اسمه انفيريور ها ثايرويد ارتري فيرو ثيرويد ارتري بيعمل ايه ها بيدي اللور بارت بتاع اللوب بيدي الاسمس كمان يعني بيدي اللوب والاسمس بس بيدي اللور بارت والبوستيرو سيرفيس وبيدي البارا ثيرويد جلال تجري البارا ثيرويد جلال وحد قال لك اكمل بتاخد سبلاي منين من الانفير انفيرو ثيرويد ايه ارتري تمام وبيعمل اناستوموزس في برانش طالع منه كده بيعمل اناستوموزس مع الايه السوبيرو ثيرويد ارتري البوستيرو برانش انفيرو ثيرويد ارت انفيرو ثيرويد ارت في حاجه مهمه هو داخل الجلان في نيرف بيبقى جاي من تحت نيرف جاي من تحت اهو بيخش مع اللوب اهو بيخش معاه عند اللوب النيرف ده اسمه ايه ها ريكارنت لارينجيال الانفيرو ثيرويد ارتري هو داخل الجلان في نيرف اسمه ايه ريكارنت لارينجيال طبعا في كلينيكال اناتومي هنا مهم جدا اللي هو خدي بالك يعني النط كده حته واقول الكلينيكال اناتومي بتاعها ده مهم جدا اثناء عمليه ثيرويدكتومي اما يجي يربطه ها يربطه يا جماعه السوبيرو ثيرويد ارت يربطوه فين قريب من الجلان الحته دي مهمه جدا
عشان ما اربطش معاه الاكسترنال رينج نير، واما اجي اربط الانفيرو ثايرويد ارتري اربطه فين؟ بعيد عن الجلاند. ها معايا اربط السوبيرو ثايرويد ارتري قريب من النيرز ايبكس، على جنب الايبكس، الزق في الايبكس واربط الانفيرو ثايرويد ارتري اربطه فين؟ بعيد. ليه بقى؟ ها ممكن يجيبها لك دي ليه؟ جه فريزو، لو ربطنا الاكسترنال رينج نير هيحصل العيان ايه؟ باراليسيس في الكريكو ثايرويد. تبص على اللارنكس، السؤال ده كده لازم اجاوبه من اللارنكس. كريكو ثايرويد هنقولها في اللارنكس بتعمل ايه؟ بتعمل تنشن في الفوكال كور. معايا لما تبوظ بيحصل ايه؟ ها باراليسيس في الكريكو ثايرويد، يوم يحصل ايه؟ لوس اوف هاي بيتشد فويس. لوس اوف هاي بيتشد فويس، يبقى الفويس لو بيتش. هنقول الكلام ده في اللارنكس، مش مهم ومش مكتوب دلوقتي هنا، هنقوله في اللارنكس. اما الريكارنت لارينجال نيرف لما بنربطه في حاجتين اتنين، هل احنا قطعناه بارشال ولا كومبليت؟ والبارشال والكومبليت هل يونيلاترال ولا بايلاترال؟ ليها بقى الريكار، ليها قصه. ريكارنت لارينجال نيرف بارشال ولا كومبليت، ويونيلاترال ولا ايه؟ بايلاترال. هنقولها دي في اللارنكس، مش مكتوبه دلوقتي. المهم بنربط السوبيرو ثايرويد ارتري قريب من الجلاند، ونربط الانفيرو ثايرويد ارتري بعيد عن الجلاند. تمام، خليك معايا في الكلام. طيب ها معايا كده يا جماعه؟ معايا في الكلام. في ارتري كمان بيدي الاسمس، الارتري ده ساعات يبقى موجود وساعات لا، مي بي بريزن. الارتري ده اسمه ايه؟ بيدي الاسمس، جاي من الارشه وجاي من البراكيوسيفاليك. الارتري ده اسمه ثايرويد ايما ارتري. ثايرويد ايما ارتري ده سنجل، ها سنجل ثايرويد ايما ارتري، سنجل ارتري طالع من الارشه في الاورطه براكيوسيفاليك بيدي الاسمس. كم ارتري بيدي الجيران؟ خمسه، عشان كده قال لك خمسه، العنوان هنا خمسه ارتري بيدوا الجيران. طيب الفينات اللي خارجه من الجيران برده مهمه. الفينات اللي خارجه من الثايرويد جلان بتروح فين؟ في فين اسمه سوبيرو ثايرويد، ميدل ثايرويد، انفيرو ثايرويد. بيروحوا فين يا جماعه؟ ها معايا سوبيرو ثايرويد وميدل ثايرويد بيصبوا فين؟ في الانترنال جاجولار فين. سوبيرو ثايرويد ها وميدل بيصبوا في التريبيوتريز في الانترنال جاجولار. ها معايا يا جماعه؟ سوبيرو ثايرويد وميدل ثايرويد انترنال جاك، مال الانفيرو ثايرويد خارج من عند الاسمس، بيتحدوا مع بعض يمين وشمال يعملوا سنجل فين. الفين ده بيصب فين؟ الانفيرو ثايرويد بيصب فين؟ ماشي بالعرض كده، اسمه ليفت براكيو ها سيفاليك. ها سوبيرو ثايرويد فين بيصب فين؟ ها انترنال جاكولر. ميدل ثايرويد فين بيصب فين؟ انترنال جاك. تمام، انفيرو ثايرويد فين بيصب في الليفت براكيو سيفاليك. طيب الليمفاتيك بتاعه الجلاند بتروح فين؟ الليمفاتيك بتاعه الجلاند يا جماعه، الليمفاتيك بتاعه اللوب بتروح للليمف نود هنا عند الانترنال جاجولار فين. ايه الليمف نود اللي على الانترنال جاجولار فين؟ ايوه عارفها ولا لا؟ الليمفاتيك بتاعه اللوب معايا يا جماعه؟ الليمفاتيك بتاعه اللوب بتروح فين؟ الليمف نود هنا. اسمها ايه الليمف نود دي؟ ها الليمفاتيك بتاعه اللوب بتروح للابر، ها الابر واللور، ها ديب سيرفايكال ليمف نود، ابر ولور ديب، ها سيرفايكال ليمف نود. الليمفاتيك بتاعه الاسمس بقى، الاسمس، الاسمس دي ما لهاش في الكتاب، ها معايا المفروض تقولها. الليمفاتيك بتاعه الاسمس بتروح للليمف نود هنا فوق او تنزل تحت هنا، بتروح للليمف نود اسمها ايه؟ يا اما اسمها بري لارينجيال او بري تراكيال ليمف نود. بري لارينجيال ها وبري تراكيال ليمف نود، بري لارينجيال او بري تراكيال ليمف نود. الليمفاتيك بتاعه اللوب بتروح فين يا جماعه؟ ابر اند لور ديب سيرفايكال ليمف نود. الليمفاتيك بتاعه الاسم بتروح فين؟ بري لارينجيال وبري تراكيال، او تروح لفوق لبري لارينجيال وبري تراكيال ايه ليمف نود. تمام، ادي الجلاند كده. ما تنساش بقى الكلينيكال اناتومي تحت، كلينيكال اناتومي ها الجلاند دي حواليها خلي بالك بري تراكيال فاشيا بتبقى كوندنسد انتيرو. ها بري تراكيال فاشيا اول حاجه في الكلينيكال اناتومي في الكتاب بتبقى ها تخينه من قدام البري تراكيال فاشيا، عشان كده الجلاند لما تكبر بتكبر لورا وميديال. ليه الجلاند جيف ريزون اهو في الحته دي سؤال جيفري، ليه الجلاند بتكبر لورا وميديال؟ عشان البري تراكيا الفاشيه تخينه من قدام. طيب اما تكبر ورا وميديا تضغط على مين؟ على التراكيا والاسوفيجاس، تعمل ديزنيا وديسفيجيا.
تمام. ادي واحد اول حاجه الايه البريتراكيال فاشيه تخينه من قدام. طب تاني رقم اتنين لو حصل كانسر في الجلال، كانسر ده ممكن ينتشر يعمل اروجن. اروجن يعني ينتشر، ينتشر فين؟ للتراكيا والاسوفيجاس، او ينتشر للكاروتي تشيس ويعمل هيمولوج، او ينتشر للريكارنت لارينجال نير ويعمل باراليسيس في الفوكال كور معاه، او ينتشر للسمباثيك تشين اللي هي ورا الكاروتي تشيس ويعمل حاجه اسمها هورنر صندوق. ها كارسينوما اوف ذا ثايرويد جلاند بتعمل ايه؟ اهم حاجه في الكلينيكال اناتومي بقى رقم اربعه اللي انا قلتها لك من شويه. رقم اربعه اما بنيجي نربط اهم حاجه، دي اهم حاجه اللي بيحفظ المهم. اهم حاجه في الكلينيكال اناتومي بتاع الثايرويد رقم اربعه، دي اهم حاجه في الكلينيكال اناتومي كله. ها اما بنيجي نربط السوبيرو ثايرويد ارت نربطه فين؟ قريب من الجلاند. ونربط الانفيرو ثايرويد ارت نربطه فين؟ بعيد عن الجلاند. طيب رقم خمسه قال لك ايه؟ لما بنعمل سبتوتال ثايرويدكتومي بنعمل او بنشيل الجلاب بنعمل سبتوتال، بنسيب الجزء البوستيرو. ليه بنسيب الجزء البوستيرو؟ لان وراها فارا ثايرويد ايه؟ جلاب اللي بتاخد بلاد سبلاي منين؟ من الانفيرو ثايرويد معايا؟ البارا ثايرويد عندك مش مهمه بس تعرف البلاد سبلاي بتاعها انفيرو ثايرويد ايه؟ هتخش بعد كده على البلاد فيزل بتاعت النيك. خش على البلاد فيزل. يلا يا جماعه بصوا معايا، يلا عايزين قدامنا ساعه الا ربع عايزين نخلص الارترات. عايزين نطلع بدري لا ليه ساعه نطلع بدري ليه؟ نفطر يبقى افطر في المحاضره. ما المحاضره خد لك سندوتشين معاك. بص معايا الارتري السب كليبيان ارتري. بص يا جماعه السب كليبيان سب كليفيان ارضي اهي. بص لي على الرسمه دي، انا رحت راسم كده ادي المانوفريا مستر ناي عشان اقول لك بس سب كليفيان. الارشف الاورطة موجود ورا الارشف الاورطة موجود ورا المانوفريا. ده الارشف الاورطة بيدي ها ارتري اسمه براكيوسيفاليك من هنا اهو، وبيدي هنا ها ليفت كومن كاروتيد وليفت سب كليفيان. دول طالعين من الارشف الاورطي. وهنا اروح راسم هنا ده الفيرست ريب اهو، ده الفيرست ريب. فيرست ريب اللي ماسك عليه مصل مشهوره جدا اسمها سكالينس انتيريو. المصل دي اسمها سكالينس، ده هي اسمها سكالينس انتيريو، ماسكه في سكالين تيوبيرتل. في ارتري بقى ها معايا ليفت سبكليفيان ها وليفت كومن كاروتيد والبراكوسيفاليك. براكيوسيفاليك ده هيعمل ايه؟ هيطلع لفوق كده عند الاسترنو كلافيكولار جوين، يتقسم الى رايت كومن كاروتيد ورايت سب كليفيان اهو. طيب الليفت والرايت سب كليفيان هيعملوا ايه؟ كلمني على السب كليفيان. الليفت سب كليفيان والرايت هيعدوا كده اهو، يعدوا ورا السكالونس انتيريور ويخلص عند الاوتر بوردر بتاعه الفينستريب، يخلص بيه عند الاوتر بوردر باجزيلا. تمام ادي السب كليفيان ماشي كده، ليه فيرست بار وليه سكند هنا وليه ثيرد بار. سب كليفيان ارتري اهم حاجه ان هو ها بيعدي ورا السكالينس انتيريور، متقسم بيه فيرست وسكند وسير، بيخلص فين؟ عند الاوتر بوردر بتاع الفيرست ليف، هو ماشي على الفيرست ليف. تمام سب كليفيان ارتري بقى قول لي برانشات. بعد ما عرفت ان هو طالع ها يمين منين وشمال منين وعامل ارش كده بيعدي فوق، على فكره بيعدي قدام السيرفيكال بلورا، المهم وعدى على الفيرست ليف ومتقسم بالسكالينس انتيريور، خش على برانشات. برانشاته ايه؟ الفيرست بارت بيدينا برانش، في برانش كده نازل في الصوره بصراحه مش مهم عندنا السنه دي، اسمه انترنال ميموري ها او انترنال ثوراسيك. طب في عندي بقى برانشين عندنا مهم قوي السنه دي، واحد اسمه فيرتبرال ها واحد اسمه سايرو سيرفيكال ترانك. سايرو سيرفيكال ترانك ها معايا، واحد انترنال ميموري فيرتبرال وسايرو سيرفيكال. طب السكند بارت، السكند بارت بيدي ارتري اهو، ارتري ارتري اسمه ايه؟ اسمه كوستو سيرفيكال. كوستو سيرفيكال ده بيتقسم لاثنين، كوستو سيرفيكال بيتقسم لاثنين، مين هما؟ واحد اسمه سوبيرو انتركوستال مش مهم، واحد اسمه ديب سيرفيكال ده مهم. ليه؟ لانه بيعمل انستوموزس في القفا،
جيف ان اكونت اون اناستموزس ان ذا افا. معايا اهو مين بقى اللي بيعمل اناستموز في الافا؟ ديب سيرفايكال ده اهو ها مع ديسندنج برانش بتاع الاوكسيبيتال. الاناستموز الوحيد اللي في الافا فافا الانسان فيه اناستموزس وحيد ما بين ديب سيرفايكال وديسندنج برانش بتاع الاوكسيبيتال. اناستموزس في الافا افتكر كده ديب سيرفايكال مكتوبه في الكتاب عندي مكتوبه في الكتاب بس مكتوبه الافا لا مكتوبه في الباك وزنيك معايا ها تحت المصر اسمها سينس باينالي ستابيس ها معايا اهي ده ديب سيرفايكال جاي من قصه سيرفايكال ترانك. اما السيرد بار بيطلع ارتري اسمه ايه؟ سيرد بار بيطلع ارتري اسمه دورسال سكابولر وده بيطلع على حسب الظروف. دورسال سكابولر ده على حسب الظروف. ايه حسب الظروف؟ عارف الظروف ايه؟ دورسال سكابولر بيطلع على حسب الظروف ها معايا ساعات الايه طبعا السيرو سيرفايكال ده بيدي انفيرو سيرويد وترانسفيرس سيرفايكال وسوبرا سكابولر. ترانسفيرس سيرفايكال عند بعض الناس ما بينقسمش وبيتقسم لسوبرفيشال ودي بعض الناس بيمشي على طول بالعرض يوم يطلع في الحاله دي ارتري اسمه دورسال سكابولر بينزل يعمل اناستموزس اراوند ذا ايه ذا سكابولر تمام. ادي ايه ادي برانشات السب كلينيك. نمسك واحد اللي هم بقى عندنا اتنين مهمين قوي في اتنين مهمين فيرتبرال لازم اذاكره وسايرو سيرفايكال ترانك لازم اذاكره وتعرف الكوستو سيرفايكال منه ان بيعمل اناستموزس في الاف بس ده اللي انا عايز اعرفه بالسب كلينيك. فيرتبرال اذاكره سايرو سيرفايكال ترانك اذاكره وتعرف من الكوستو سيرفايكال ترانك الاناستموزس اللي في الافا ما بين مين ومين عشان ده مكان بيتقابل ده مكان مهم مكان بيقابل الكاروتيد مع السب كليبيان. الكاروتيد والسب كليبيان بيقابلوا بعض فين؟ في ثلاث اماكن هقولهم لك دلوقتي. الكاروتيد والسب كليبيان بيقابلوا بعض في ثلاث اماكن منهم الافا ومنهم اللارنكس ومنهم الثايرويد جلاند. ها الافا واللارنكس والثايرويد جلاند الكاروتيد والسب كليبيان تمام. طيب هنمسك الكلام تعالى بقى نفسر الكلام. اول واحد اسمه ايه؟ فيرتبرال. فيرتبرال ده طالع من الفيرست بارت بتاع الساب كليفيان ده عندنا مهم. الفيرتبرال ارت ده ماشي ازاي؟ اروح راسم له الرسمه دي في مصل كده اسمها لونجاس كولاي ها مصل اسمها لونجاس كولاي ها ومصل اسمها سكالينس انتيو. لونجاس كولاي ومصل اسمها سكالينس انتيو خليك معايا بالمصلين دول. وهنا ها الفورامنتر او الترانسفيرس بروسيس بتاع سي 7 سي 6 5 4 3 2 1 ده ترانسفيرس بروسيس بتاع الفيرتبرا وفيها فورامنت ترانسفيرسيا. لونجاس كولاي دي على الفيرتبرا يا جماعه في مصل اسمها لونجاس كولاي موجوده على الفيرتبرا وفي مصل ماسكه من الترانسفيرس بروسيس اسمها سكالينس انتيو. ها تاني في مصل اسمها لونجاس كولاي. لونجاس كولاي دي موجوده على الفيرتبرا وفي مصل اسمها سكالينس انتيريور. السكالينس انتيريور ماسكه في الترانسفيرس بروسيس بتاعه سيرفايكال فيرتيبرا. طيب في عندي بقى السب كليفيان ارتري موجود هنا متقسم بالسكالينس انتيريور ادي اهو ادي السب كليف ادي الفيرست بار. طلع الفيرتبرال ده ليه اربع اجزاء ها فور بارتس اربع اجزاء ركز معايا كده لو سمحت ركز ليه اربع اجزاء ها الاول جزء ادي الفيرست بارت بتاع السب كليفيان ها الفيرتبرال طالع من الفيرست بارت اوف سب كليفيان. اول جزء بيمشي في المثلث ده تاني جزء بيمشي في الفورامن ترانسفيرسيام من 6 ل 1 6 لغايه 1 تالت جزء بيمشي فوق الاطلس اروح راسم الاطلس فيرتبري كده اهي ادي الاطلس اهي ادي الاطلس كده ادي الاطلس اهو ها بيمشي ورا هنا على البوستيرو ارش بتاعه بيطلع من الفورامن ترانسفيرسيا ويمشي على الاطلس على البوستيرو ارش معاها نير معاها نيرف هنا اسمه ساب اوكسيبيتال اهو بعد كده يخش من الفورامن ماجنم يمشي على المظله اوبلونجات ادي البونز ها ادي المظله ده الفورامن ماجنم الفيرتبرا يمشي هنا اهو فيرتبرا الارتري واحد شمال واحد يمين يمشوا كده يخلص بارتري اسمه باسيا. ايه الاربع اجزاء بتوعه بقى؟ قول لي الاربع اجزاء. اول جزء ماشي فين ها في الحته دي اسمها ايه الحته دي ها ما بين لونجاس كولاي وسكالينس انتيريور وكاتبها لك في كتاب فيرتبرا ترانجل او ساعات يقولوا عليها سكالينو فيرتبرا ترانجل اسمها فيرتبرا ترانجل ها ماشي في مثلث ما بين اللونجاس كولاي المثلث ده في الروت اوف زانيك ما بين اللونجاس كولاي وسكالينس انتيريور. لونجاس كولاي على الفيرتبرا دي فيرتبرا دي فيرتبرا ها ودي مصر جايه جنب الفيرتبرا كده ماشي في المثلث ما بين اللونجاس كولاي والسكالينس انتيريور ده الفيرست بارت
طيب السكند بار، ها السكند بار، السكند بار بيمشي في الفورامن ترانسفيرسيان من رقم كام لكام؟ ده يهمك في العملي قوي لما يجيب لك الفورامن ترانسفيرسيان من 6 ل 1 من الارتري فيرتيبرا. امال 7؟ لا 7 ما بيخشش فيه فيرتيبرا، يعدي فيه اكسسوري فيرتيبرا معايا في الفورامن ترانسفيرسيان من 6 ل 1 حواليه فينس بليكسس وسمباثيك، ده الفيرتيبرال ارتري السكند بار. طب الثيرد بار هلاقيه فين؟ الثيرد بار هلاقيه في حته اسمها سب اوكسيبيتال تراينجل على البوستيرو ارش اوف ذا اطلس، في نيرف تحته، في نيرف ماشي تحته اسمه ايه النيرف اللي ماشي تحته؟ سب اوكسيبيتال نيرف. طب بعد كده الفورس بار، الفورس بار ده هيعمل ايه؟ هيخش من الفورامن ماجنا. اللي يخش للبرين يعمل ايه؟ لازم يمشي في مكان اسمه ايه؟ اللي يخش يدي البرين لازم يمشي في مكان اسمه ايه؟ عارف؟ لازم يمشي في مكان اسمه ها؟ حد يعرف ولا لا؟ سب اراكنويد سبيس. ليه بقى؟ ليه بيمشي بالصب؟ ليه لازم يخش بين ده يمشي بالصب؟ ليه؟ عشان البلسيشن بتاع الارتري يساعد الدرينج بتاع السي اس ال. معايا؟ عشان كده هيقول لي ايه؟ دخل من فورام ماج اخترق مين؟ هو ده اخترق ها من بره لجوه، اخترق مين؟ معايا؟ ها الديورا ماتر والاراكنود ماتر ومشي بحاجه اسمها صب اراكنود سبيس معايا عشان يخلص في النهايه لارتري اسمه ايه؟ بازل. يخلص في النهايه بارتري اسمه ايه؟ بازل. ادي يا جماعه الفيرست بار، ادي الفيرست مهم قوي الفيرتبرال لازم اذاكره. الفيرتبرال ها الفيرتبرال معايا كده مشي في الايه؟ ها في مثلث وبعد كده في الفورامن ترانسفيرسيان من 6 ل 1 بعد كده مشي في ها على رقم واحد بقى على الاطلس على البوستير ارش بتاعها طلع من الفورامن ترانسفيرسيان بتاع الاطلس من هنا اخر السكند بارت واول السيرد بارت اهو ده السيرد بارت بعد كده الفورث بارت. برانشاته ايه؟ عامل زي الكاروتيد، فاكر انترنال كاروتيد ليك اربع اجزاء؟ اه برضه زيه. ها الفيرست بارت نو برانش، الفيرست بارت بتاع الانترنال كاروتيد نو برانش برضه. فيرست بارت ايه؟ ها نو برانش. طب السكند بارت يبتدي يندع، السكند بارت بتاع الانترنال كاروتيد بيدي ايه؟ افتكر كده ابتدت تندع، كاروتيكو تمباني في الانترنال كاروتيد، هنا بيدي ايه؟ سباينال برانش اللي هي اسمها راديكولار. سباينال برانش. طب السيرد بقى اه يديها شويه يد ربنا يفتحها عليه شويه سيرد بارت يدي ايه؟ ماسكولار برانك في الانترنال كاروتيد بيدي ايه في الكافيرنا ساينس لما لسه هنقول انترنال كاروتيد بيدي حاجه اسمها هايبوفيزيال ومينينجيا. الفورس بارت بقى ها بص بقى الفورس بارت ايه؟ ربنا يفتحها عليه هو الفورس هو اتخلع عشان الفورس بارت. الفورس بارت بتاع الانترنال كاروتيد كان بيدي 5 وهنا الفورس بارت بتاع الفرتبرا بيدي 5. الخمسه مين بقى هنا؟ ها انتيرو سباينال وبوستيرو سباينال وميدلري ومينينجيال وبايكا. عارفين بايكا؟ ها بوستيرو انتيرو سيرابيلا. تمام؟ يبقى انت بتذاكر كده تفتكر ايه؟ الفيرست بارت مفيش ها مقفوله حتى عامل زي الكاروتيد. فيرست بارت نو برانش، السكند بار ابتدت تندع. ها الثيرد بار ابتدى يفتح شويه. الفورس بار فتح على البحر ادى كام برانش من الفورس بار؟ 5. نفس الكلام ده هنقوله في الانترنال ايه؟ كاروتيد. تمام؟ ادي ايه؟ ادي الفيرتيبرال ارتري يا جماعه وماشي ازاي؟ طيب نيجي بعده في ارتري بقى اسمه ايه؟ سايرو سيرفايكال ترانك. سايرو سيرفايكال ترانك تعالى نذاكره. سايرو سيرفايكال ترانك بصوا معايا ادي اللونجس كولاي برضو ادي اللونجس كولاي وادي الاسكالينس انتيرور هنا وادي السيرويد جلاند سيرويد روت ادي سيرويد روت اسمص بتاعنا بص معايا يلا يا جماعه ها في ارتري طالع ها من الفيرست بارت بتاع السب كليفيان اسمه ها سايرو سيرفايكال ترانك سايرو سيرفايكال ترانك بيطلع جنب الاسكالس جنبها اهو جنبها اول ما يطلع جنب الاسكالس انتيرو يا جماعه اول ما يطلع يا عبد الرحمن خليك معايا يروح عامل ايه؟ يروح مديك برانشين راجعين لورا على طول بص ما يسكتش يدي برانشين راجعين لورا وهو يكمل ببرانش طالع لفوق اهو مين دول بقى قول لي ها ادي طالع اهو ادى برانشين ماشيين لورا كده وهو طلع لفوق كده مين دول؟ ايوه ها ما انت عارفهم البرانشين دول ترانسفيرسال فايكال وسوبراس دول راجعين لورا خلي بالك راجعين لورا بيعدوا على السكانس انتيرو تحت الاسترنو ماستوي رايحين البوستيرو تراي رايحين فين من الاخر ترانسفيرسال فايكال وسوبرا انستوموزس اراوند سكاب
طب مين الارتري بقى المهم اللي هنا؟ التالت بتاعهم ده، التالت ده رايح طالع لغايه فوق لغايه سي 6. عندي سي 6، خد بالك الصاروخ جرام بتمتد لغايه تي 1. عندي سي 6 عمل ارش كيرف ميديان. سي 6 الليفل بتاع سي 6 ده مهم قوي، ليفل بتاع سي 6 اهم ليفل في ميديا. سي 6 اهم ليفل، سي 6 متجمع الحته دي عند سكالس انتير، يقول لك الاحداث اللي بتحصل عندي سي 6 ماشي. اهو عندي سي 6 لو عامل كيرف ميديالي وروح داخل على الصاروخ جلان من ورا بوستير اهو، تمام. في نيرف طبعا بيخش معاه، احنا قلنا ايه للكارنت لارينجنال. الانفيرو ثايرويد ارت عمل الكيرف ده، ها معايا؟ مشي ورا الثايرويد جلان عمل الكيرف ده، تمام. يبقى انا عندي ها السايرو سيرفايكال ترانك مشي على الميديال سايد بتاع السكانس انتيرو. انت تابعني يا جماعه في الكلام اهو، تابعني في الرسم، ها تتابعني معايا؟ خلاص انت امتحانك فاضل له ايه؟ انا بنقدر نقول اسبوعين 15 يوم خلاص، ما اقولش يعني اخدت بقى فاضل له ما فيش تخبي. لا لا لغايه ما تصحى تاني يوم كده على بكره الامتحان، يا خبر اسود بلاش نقول، بلاش نقول امتحان فاضل له قد ايه. طيب ده سايرو سيرفايكال ترانك. سايرو سيرفايكال ترانك اتقسم لايه؟ ها ترانسفيرس سيرفايكال وسوبرا سكابولر ماشيين ها لورا رايحين البوستيرو ترانجل، رايحين يعملوا انستموزس اراوند ذا سكابولر. والارت اللي طالع لفوق ده اسمه ايه؟ انفيرو ثايرويد. انفيرو ثايرويد ارت بتاني ماشي لغايه كام؟ لغايه سي 6. عندي سي 6 بيعمل كير ها ويمشي ورا الثايرويد لوب، يخش على الثايرويد جلان من ناحيه البوستيرو. في نيرف داخل معاه اسمه ايه؟ ريكارنت لارينجيال نيرف. نيرف اللي داخل معاه اسمه ايه؟ ريكارنت لارينجيال. طيب ايه برانشاته؟ ايه برانشات الانفيرو ثايرويد ارتري؟ اول حاجه بيدي اتنين للجلان، اتنين للجلان، خليك معايا يا عبد الرحمن، اتنين جلان، واحد اسندنج واحد انفيرو. بيدوا الجلان واحد اسندنج ده بيعمل انستوموزس مع البوستيرو بتاع السوبيرو ثايرويد ارتري، واحد انفيرو جلاندرا بيدي اللور بارت بتاع الجلان. ده اتنين للجلان. طب بيدي ماسكولر، الماسكولر ما تفتكرش في واحد اسمه انفرايود، انساه انساه عشان الانفرايود ده ارت تاني مهم جدا، انسى ان هو بيدي انفرايود، اشطبه حتى في الكتاب. ها الانفرايود ده في ارت بقى تاني مهم قوي ماشي. بيدي ماسكولار ارتري اسمه ايه؟ اسندنج سيرفايكال. بيدي واحد اسمه اسندنج ها سيرفايكال ها اسند ماشي على الفرتبرا معاك. لا سيبك من الانفرايود، بيدي انفرايود ده انساه اشطبه. الانفرايود انا عايزين انفرايود بالسوبيرو ثايرويد، اصل هيجي يقول لك قارن ما بين السوبرايود والانفرايود ارتري، انسى بتاع الانفيرو ثايرويد ده معايا. بيدي بس اسيتيك سيرفايكال، بيدي البري فيرتبرا المصري جنب الفيرتبرا ها. بيدي اتنين للجلان، بيدي ماسكولار اسيندنج سيرفايكال، بيدي ها معايا اللارنكس والتراكيه والاسوفيجاس والفرنك. في واحد منه بس افتكره هو كاتبه في الكتاب، بيدي اللارنك اسمه انفيرو لارينجال. في ارتري طالع منه كده لفوق بيدي اللارنكس اسمه انفيرو لارينجال. انفيرو لارينجال ده مهم ليه؟ انه ماشي مع الريكارنت لارينجال نيرف. هتقوله في حاجه اسمها جاب في الفارنكس، في جاب كده في الفارنكس الانفيرو لارينجال هتقوله معاه. تاني ايه برانشاته المهمه؟ انا عايز برانشاته المهمه. اتنين للجلان ما تعرفيش غير دول، بص كده ها اتنين للجلان. واحد اسمه اسندنج سيرفايكال وبرانش اسمه انفيرو لارينجال. بيدي اتنين للثايرويد جلان، واحد اسمه اسندنج سيرفايكال ها، واحد اسمه ها معايا انفيريور لارينجال. انفيريور لارينجيال رايح اللارنكس اللور هاف، تمام. برانشاته ادي برانشات الانفيريور ايه؟ ثايرويد، تمام. ده الانفيرو ثايرويد ارت. وقلنا مين؟ قلنا الفيرتبرا ها، وقلنا الكوستو سيرفايكال. هيقول لك الكوستو سيرفايكال ده بقى يهمنا فيه ان هو بيتقسم لسوبيريور وديب. الديب ده بيعمل انستوموزس مع مين؟ مع برانش اسمه ديسندنج اوف ذا اوكسيبيتال. ها انستوموزس ده موجود فين؟ في الباك اوف ذا نيك، في القفا. انستوموزس الوحيد اللي في القفا في الباك اوف ذا نيك، ما بين مين؟ ما بين ديسندنج بتاع الاوكسيبيتال وديب سيرفايكال بتاع الكوستو سيرفايكال ترام. معايا؟ انا عرفت كده كل اللي ممكن يساله لي في السب كليفيان ارت. ادي السب كليف، خش على عيله الكاروتيد. عيله الكاروتيد بعدها عيله الكاروتيد ها. انا عندي طبعا نفس الحكايه في ها كومن كاروتيد ها. كومن كاروتيد ناحيه الشمال طالع من القرش في الاورطه، ناحيه اليمين طالع من ها البراكيوسيفال. الكومن كاروتيد يهمنا فين بقى؟ يهمنا بيخلص بايه وفين. كومن كاروتيد بص كل الكلام اللي مكتوب في الكومن كاروتيد في الكتاب الكليه ده ملوش لازمه، بيخلص فين؟ انا عايز بيخلص فين. كومن كاروتيد اهو انا عندي دي الهايويد بون، بص الهايويد بون اهي ها، وادي ثايرويد كارتريدج
يا ريت تركز معايا عشان اقول لك والله تذاكر ايه. اهو ده الكومون، ده الثايرويد كارتج، الكومون كاروتج يمين او شمال، ها بيخلص عند الابر بوردر بتاع الثايرويد كارتج ما بين سي 3 و4، ما بين سي 3 وسي 4 بيخلص بايه؟ ب 2 ار. مين هما الاثنين؟ واحد اهو انترنال، ها واحد هنا اكسترنال، ادي اكسترنال وانترنال. ها بالمنظر ده في فوق هنا ممكن ارسم اهو ثايرويد، دي دايجاستريك ماسل بوستيرو بيل بتاعها ماشي، وفوق خالص هنا ده المانديبول، ده المانديبول. ها بص معايا الكومون كاروتيد بيخلص فين؟ ما بين سي 3 و4. كل اللي انا عايز اعرفه في الكومون كاروتيد اهم حاجه بيخلص ما بين 3 و4 عند الابر بوردر بتاع الثايرويد كارتج ماشي، ده الكومون كاروتيد. طيب بيخلص بايه؟ باكسترنال وانترنال. الاكسترنال والانترنال، الاكسترنال الاول بيبقى قدام الانتر، ده الاكسترنال يا جماعه اهو، ده الاكسترنال كاروتيد ها اللي هنا، وده الانترنال. الاكسترنال كاروتيد اتكلمنا عنه كده، اقول لك ايه علاقته مع الانترنال كاروتيد؟ الاول بيبقى قدامه ثم بيبقى لطر، يعني الاكسترنال ده قدام الانترنال، ها الانترنال ده دخل ديب، دخل ديب يعني ميديال، دخل جوه ديب، انما الاكسترنال كاروتيد سوبرفيشال يعني لطر. الاكسترنال كاروتيد ظاهر، ادي الاكسترنال كاروتيد علاقته مع الانترنال انتيريور ثم لاترال او سوبرفيشال. والاكسترنال كاروتيد ده بيمشي في المكان ده اسمه كاروتيد تراينجل، ثم يطلع لفوق ها في الدايجستري تراينجل، ثم يخش جوه جلاند، في جلاند كده بيخش فيها اسمها ايه الجلاند اللي هيخش فيها هنا ويخلق اسمها الباروتيد جلاند. ايه علاقه الاكسترنال مع الانترنال؟ الاكسترنال كان انتيريور ثم لاترال، لاترال ها معايا لاترال ودخل جوه الباروتيك. سنه ماشي في كام مكان؟ ها دايجاستريك، ها دايجاستريك ثم دخل جوه الباروتيك جلاد. الاكسترنال كاروتيد بيخلص بايه يا جماعه؟ بيخلص بايه؟ بيخلص بسوبرفيشال تمبورال ومكزيلري ورا، ورا النيك اوف ذا مانديبول، ورا النيك بتاع جوه الباروتيك جلاد بيخلص باتنين. علاقة الاكسترنال مع الانتر. طب في حاجة بقى مهمة جدا مش متقالة في الكتاب ومهمة جدا، في ست حاجات بيفصلوا ما بين الانترنال والاكستر، مهمين جدا لازم تعرفهم، دول مكتوبين في الكتاب بس في حتة تانية في اخر عند اخر البناء، دول لازم اعرف ايه الست حاجات اللي بيفصلوا. ها يعني هنا مفيش ريليشن بس لازم اعرف الست حاجات دول ايه. نعم ايوه انا راسمهم لك، مش انا برسمهم لك في الوقت. في ست حاجات بيفصلوا يا جماعه، دول ممكن يجوا لك سؤال، حتى ممكن يجوا سؤال يقول لك ايه الست حاجات دول على فكره اعتبروا ديب للاكسترنال كاروتيد. ايه الست حاجات اللي بيفصلوا ما بين الانترنال والاكسترنال كاروتيد؟ اهو ادي الاكسترنال كاروتيد ها وادي الانترنال كاروتيد. بص بيفصل ما بينهم ايه بقى؟ بيفصل ما بينهم ايه؟ ها واحد ستايلويد بروسيس. اول حاجه بتفصل ما بينهم ستايلويد بروسيس، ستايلويد بروسيس من فوق خالص كده ستايلويد بروسيس. تاني حاجه ماسل ماسكه في الستايلويد بروسيس وطالعه لقدام رايحه للطنك، الماسل دي اسمها ستايلوجلوسس، ستايلوجلوسس رايحه للسان. رقم اتنين ماسل ماسكه في الستايلويد بروسيس ورايحه ناحيه الفارنكس اسمها ستايلوفارينجيوس، ستايلو ها فارينجيوس ها ستايلو جلوسس وستايلو في. طب واحد يقول لي طب ستايلو هيود ماسل فين؟ معاهم لا، ستايلو هيود سوبرفيشال للانترنال والاكسترنال. سو ستايلو هيود سوبرفيشال ليهم هما الاثنين لو انت فاكرها مع البوستيرو بيلي اوف دايجاستريك. ستايلو هيود وستايلو ستايلو جلوسس وستايلو فارينجس. ستايلو فارينجس دي الماسل دي معاها نيرف سحباه معاها دايما. حكاية ماسل ونيرف في الهيد والنيك حكاية مشهورة جدا، ماسل ونيرف حبوا بعض والنيرف ما اداش ابدا غير نيرف سبلاي غير للماسل ده. مين النيرف ده؟ جلوسو فارينجيال نيرف، جلوسو فارينجيال ايه نيرف. تمام ماشي هين. طب ايه كمان؟ الفيجاس ماشي هين. الفيجاس قال لهم بصوا بقى انا هديلكوا برانش اهو، في برانش طالع من الفيجاس يمشي هنا، البرانش ده معاه رايح يعمل بليكسس على الميدل كونستريكت، البرانش ده معاه عنده رانديفو يقابل ايه نيرفات ثانيه على الميدل كونستريكت، البرانش ده اسمه ايه؟ فارينجيال برانش ها بتاع الفيجاس، فارينجيال برانش اوف ذا فيجاس رايح على الميدل كونستريكت. وايه كمان؟ عندي جزء من الباروتيد جلاند، دي بارت اوف ذا باروتيد جلاند، دي بارت بتاعه الباروتيد جلاند ها.
ما هو الاكسترنال بيخش جواه، الانترنال ما بيخشش جواه. ايه الست حاجات بقى اللي بيفصلوا ما بين الانترنال والاكسترنال مهمين جدا؟ ايه الست حاجات اللي بيفصلوا ما بين الانترنال والاكسترنال؟ ها عرفتهم ولا لسه؟ هقولهم لك تاني. ستايلويد بروسيس، ها ستايلويد بروسيس، ها ستايلوجلوسس، ستايلوفارينجس، ها جلوسوفارينجيال نير، فارينجيال برانش بتاع الفيجاس، وجزء من الباروتيد جلاند. ست حاجات بيخشوا ما بين اتنين، بيعتبروا الست حاجات دول ديب للاكسترنال كاروتيد وسوبرفيشال للانترنال كاروتيد. ما هو الاكسترنال سوبرفيشال للانترنال ايه؟ كاروتيد. معايا كده؟ دول المهمين هنا، المهمين في الحته دي. طيب ايه الاكسترنال كاروتيد؟ عرفت طالع منين وبيخلص فين؟ كومون كاروتيد عرفت خلص فين اهو، والاكسترنال بيخلص ورا النيك اوف زمان. الاكسترنال كاروتيد ايه برانشاته بقى؟ برانشاته في غايه الاهميه، ها بالذات الثلاثه اللي طالعين من الانتيرور اسبي، الثلاثه طالعين من قدام دول مهمين قوي، مهمين قوي اللي تذاكرهم مهمين. ها اللي بيذاكر المهم واللي بينشن على المهم سوبيرو ثايرويد ولينجوال وفيشيا، مهمين جدا دول اهم حاجه. الباقيين ها نص لب يعني، انما المهمين سوبيرو ثايرويد. ها ثلاثه طالعين من الانتيرور اهو، ثلاثه طالعين من الانتيرور. مين الثلاثه دول؟ يلا يا جماعه، ها ثلاثه طالعين من الانتير، واحد اسمه سوبيرو ثايرويد، سوبيرو ثايرويد، ها واحد اسمه لينجوال، ها واحد اسمه فيشيال. دول لازم اذاكرهم واحفظهم صم، ما لهمش حل. طيب في واحد طالع من ميديال سايد، من ميديال سايد اسمه ايه اللي طالع من ميديال سايد؟ اسيندنج فارينجيال، اسيندنج فارينجيال طالع من ميديال اسيندنج فارينجيال. واثنين طالعين من البوستير، واحد اهو تحت البوستيرو بيلو دايجاستريك، واحد فوقيها. مين طالعين من البوستيرو بتاع الاكسترنال؟ واحد اسمه اوكسيبيتال، ها اوكسيبيتال، واللي فوق البوستيرو بيلو دايجاستريك اسمه بوستيريور اوريكولار. غير الاثنين ترمينيشن يا جماعه، مين الاثنين ترمينيشن؟ ماكسيلاري وسوبرفيشال تيم. ها ايه برانشات الاكسترنال كاروتيد تاني؟ ها قول معايا برانشات الاكسترنال كاروتيد مين؟ سوبيرو ثايرويد، ها لينجوال، فيش طالعين من الانتيرو، ها واحد طالع من الميديال اسمه اسيندنج فارينجيال، اثنين طالعين من البوستيرو اللي ورا، ها اوكسيبيتال وسيرو ريجولار، واثنين ترمينيشن من الاثنين ترمينيشن سوبرفيشال تمبرال وماكزيلا. طيب نمسك اول واحد سوبيرو ثايرويد في غايه الاهميه، لازم اذاكره طالع من الانتيرو الاصلي. مهم جدا جدا سوبيرو ثايرويد، او تعالى نذاكره. سوبيرو ثايرويد ارت، بص معايا هروح راسم المنظر ده. ادي الهايويد بون، ادي الثايرويد كارتريدج اهو، بص معانا برسم بسرعه اهو. ادي الكريكويد كارتريدج، ادي الاكسترنال كاروتيد اهو، ده الاكسترنال كاروتيد. اول برانشات الاكسترنال كاروتيد، ها من الانتيرو طالع البرانش اسمه سوبيرو ثايرويد. يا ريت تركز معايا انه مهم، والله الحاجات دي مهمه وتيجي سؤال وهتيجي سؤال وانت ما بتركزش فيه. سوبيرو ثايرويد ها طالع منين؟ من السنه الكاروتيد تحت الليفل بتاع الهايويد، تحت الليفل بتاع الهايويد. اول ما طلع السنه الكاروتيد بيبتدي عند الابر بوردر، اول ما طلع بيدي سوبيرو ثايرويد. سوبيرو ثايرويد ده اهم حاجه في قصته ان هو رايح الثايرويد جلان عند الايبكس، وفي نيرف ماشي معاه، اهم حاجه النيرف بتاعه. يعني ركز قوي ان في نيرف ماشي معاه. مين حكمين النيرف اللي ماشي معاه اهو؟ قلناه من الصبح، في نيرف جاي من فوق كده بيدي انترنال لارينجال داخل جوه اهو، واكسترنال لارينجال ماشي هنا. مين النيرف ده؟ مين دول؟ ها قول لي على الرسمه اللي على السبوره، النيرف اللي جاي من فوق ده مين يا جماعه؟ ها سوبيرو لارينج، اتقسم لمين؟ مين ده؟ انترنال، انترنال لارينجال ده بيخترق مين؟ عارف؟ الثايرويد ميمبرين. طب وده مين ده اللي جاي ده اهو؟ اكسترنال لارينج. بيمشي تحت مين؟ تحت السوبيرو ثايرويد. في عينه بلاستيك في الكليه والله فيها المنظر ده، في عينه بلاستيك في الكليه فيها المنظر ده، وبيجي لك في الامتحان في اخر السنه. معايا عينه بلاستيك دي ممكن تيجي في العملي، تيجي في العملي. ها عينه بلاستيك فيها المنظر ده كده، ها عندي كده سوبيرو ثايرويد ارتري وسوبيرو لارينجال نيرف، ده انترنال لارينجال وده اكسترنال ايه؟ لارينجال. تمام؟ دي اهم حاجه في السوبيرو ثايرويد انه ماشي تحته الاكسترنال لارينجال نيرف. تمام؟ ده السوبيريور وده الانترنال وده الاكسترنال. تيجي برانشات السوبيرو ثايرويد ارتري، ركز فيها برضو. ايه برانشاته؟ برانشات السوبيرو ثايرويد ارتري بينزل الثايرويد جلاند كده، بيدي انتيريور ويدي بوستيريور. تمام؟ انتيريور وبوستيريور. تمام؟ طب بيدي ايه بقى؟ بيدي ايه؟ ها بيدي اتنين مصل، خلي بالك نور هنا، خليها تنور معايا. ها بيدي اتنين لمصل، مين هما؟ ستيرنوماستويد، ايوه ستيرنوماستويد، وده اهو بص اوعى تنسى ده اهو انفراهيويد، ايوه.
فاكر قلت لك الانفرايد في الانفيروس اشطبه؟ لا مش اشطبه في الانفيروس، انما هنا مهم جدا. انفرايد طالع منين؟ من السوبير، من السوبيروس هيرود. انفرايد ارت ده مصر بيدي المصر دي انفرايد ارت. انفرايد ارت ده مهم جدا، طالع من السوبيروس هيرود. ها انفرايد ارت طيب بيدي اتنين لمصر، انفرايد واسترنو ماستويد. انفرايد يا جماعه واسترنو ها ماستويد. بيدي اتنين يعني ايه؟ لا استنوا مصروط ارتري وانفرايود ارتري، ده واحد وده واحد. اثنين لمصر ها، اثنين للجلان واثنين لمصر. طب بيدي اثنين لللارنكس برضه مهمين قوي. بص اثنين لللارنكس مين هم يا جماعه؟ اثنين لللارنكس بيدي اثنين لللارنكس. واحد بص جاي من جاي منه بيخش مع ها الانترنال لارينج اللي برضه في عينه الكليه البلاستيك. ها اهو جاي من السوبيروس ثايرويد ماشي مع النيرف ده، يا ترى مين؟ بيخترق الممبرين مين؟ مين؟ والله ممكن يجي لك في العمل سوبيرو لارينج. ها الارتر ده هو اسمه ايه؟ سوبيريور ها لارينجيال ارتري. تمام. وفي ارتري بقى نازل تحت طالع منه برده رايح اللارنكس بس من بره بيمشي على الكريكو ثايرويد ماس اسمه ايه؟ كريكو ثايرويد ارتري. اسمه ايه؟ كريكو ها ثايرويد ارتري. كريكو ثايرويد. ايه برانشاته؟ المهم جدا 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 السوبيرو ثايرويد مهم جدا جدا. ها برانشاته ايه؟ نقول تاني ها عدهم عدهم وركز فيهم. اثنين للثايرويد جلان، اثنين للجلان، اثنين لمصر. مين اثنين لمصر؟ مهمين قوي قوي. اثنين لمصر انفرايد. واحد قال الانفرايد جاي منين؟ من السوبيرو ثايرويد، ما تقولش غيره. جاي منين؟ من السوبيرو ثايرويد. بيدي كمان مين؟ ستيرنو ماستويد. ها ستيرنو ماستويد بيدي اثنين للارنكس. مين هم الاثنين للارنكس؟ واحد اسمه سوبيرو لارينجيال بيخترق الثايرويد ممبرين مع الانترنال رينجال نير، واحد تحت كده اسمه ايه؟ كريكو ثايرويد. تمام. يبقى ادي برانشات وده مهم جدا الارت ده لازم اذاكره لازم اذاكره. ها سوبيرو ثايرويد. نيجي ارت تاني بعده لينجوال طالع من انتيرو برضه. ها طالع من انتيرو. ها معايا يا جماعه؟ في ارت طالع من الانتيرور اسمه ايه؟ اسمه لينجوال. لينجوال ارتري. لينجوال ارتري ماشي ازاي؟ اهو ادي ادي المنظر ده، ادي الهايويد بون، ادي الهايوجلوس، وادي الجينيوجلوس. بص معايا اللينجوال ارتري طالع منين يا جماعه؟ طالع من الاكسترنال كاروتيد ها قصاد الهايويد بون. ادي الاكسترنال كاروتيد وادي الهايويد بون طالع هنا اللينجوال ها بيطلع قصاد الهايويد. اللينجوال عامل لوب يا جماعه، عامل لوب. اول ما طلع كده عامل ارش كده لوب معايا. لينجوال عامل لوب طالع قصاد الهيود. تاني واحد اهو طالع قصاد الهيود وهو عامل لوب. في نيرف بيعدي على الحته دي، في نيرف اهو. النيرف ده مين النيرف ده اللي بيعدي على اللوب؟ قلت له اسمه ايه؟ هايبوجلوسال نيرف. لينجوال ارتري عامل لوب، في نيرف بيعدي على اللوب ده، النيرف ده اسمه ايه؟ هايبوجلوسال نيرف. تمام. اللينجوال ارتري ماشي بعد كده بيمشي ازاي؟ بيعدي تحت الهايوجلوسس ماسل، بيعدي تحتها ديب ليها ها. وبعد كده يروح فين؟ يروح فين؟ يروح تحت اللسان اهو، ماشي على الاب على الانتيرو بوردر بتاع الهايوجلوسس معايا، ويمشي على هنا اهوت على الجينوجلوسس ماسل رايح تحت اللسان. ايه اخره؟ بيخلص بايه؟ بارتري اسمه ديب لينجوال. نهايته ديب لينجوال، او ساعات يقولوا عليها يا جماعه نهايته بروفاوندا لينجوال. ساعات يقولوا عليه ديب لينجوال او بروفاوندا اهو. ماشي ازاي اهو؟ ها ليه كام جزء اللينجوال ارتري؟ ليه ثلاث اجزاء. قولهم لي كده بسرعه، قولهم لي ايه الثلاث اجزاء؟ فيرست بارت في الكاروتيد، ده احنا هنا في الكاروتيد، كروزد باي الهايبوجلوس. طب سكند بارت ها تحت الهايوجلوسس. طب ثيرد بارت ماشي قدام الهايوجلوسس، قدامها ماشي على المصل دي، اسمها ايه المصل دي؟ جينيوجلوسس. وبيخلص بايه؟ نهايته ايه؟ نهايته ها ديب لينجوال ارت. طب ايه برانشاته؟ الفيرست بار بيدي برانش بقى مهم قوي، مهم قوي الفيرست بار. خلي بالك برانشات مهمه قوي اقول لك عليها مهمه، ركز فيه. ايه برانش طالع من الفيرست بار ده مهم قوي؟ سوبرا هيرويد. سوبرفيشال. امال الانفرا هيرويد كان جاي منين؟ واحد قال لي السوبرا هيرويد جاي منين؟ امال الانفرا هيرويد جاي منين؟ اوعى تنسى. ها بيدي ارتري اسمه ايه؟ سوبرا هيرويد. ها سوبرفيشال. سوبرا هيرويد على فكره فوق الهاي، فوق سوبرفيشال الهايبلوسس فوق الهايويد بون، هو ده اللي بيدي على فكره اللي هو الصاب مانديبولار سلامه للناس.
معايا ده سوبرا هيول. طب بيدي ايه كمان؟ اتنين ارتر هو تحت الهاي جلوسس، اتنين ارتر اسمهم ايه الاتنين ارتر دول؟ اسمهم دورسال ها لينجوال ارتر. دورسال لينجوال ارتر دول بيعملوا سبلاي لايه؟ الدورسال اوف ذا تونج مع التونسل، يدوا كده حته للتونسل. معايا دورسال لينج. طب اخره بقى ها بيخلص بيدي اللسان وهو رايح اللسان كده بيدي جلاند بقى. فاكر الجلاند ده اهي قلت لك بتاخد من اللينجوال، عمرها ما تاخد من الفيشيال. مين الجلاند ده اهي ها سابلينجوال، بتاخد منين؟ من اللينج. بيديها برانش اسمه ايه؟ سابلينجوال ارت. الجلاند دي تاخد منين؟ من اللينجوال، ما تاخدش من الفيشيال، ما تاخدش من الفيشيال. حلو، اسمها ايه؟ سابلينجوال سليفري جلاند. تمام، ادي اللينجوال ارت ماشي ازاي، ادي اللينجوال ارت يا جماعه ماشي ازاي. سوبر هيويد من فيرست بارت ها سوبرفيشال هيبروس، دورسال لينجوال من سكند بارت، ثيرد بارت بيديني مين؟ ها سابلينجوال ارت رايح لمين؟ للسابلينجوال سليفري جلاند. هو نفسه بيخلص بايه؟ نهايته ايه؟ بروفاوند لينجوال او ديب لينجوال ارت. تمام، طيب نيجي بعد كده الارتري الثالث المهم جدا، فيشال فيشال ارتري. ها ارتري مهم جدا فيشال ارتري. بص معايا الفيشال ارتري اهو برضو ثالث واحد مهم، ثالث واحد مهم. قلنا برانشات الاكسترنا كاروتيد من ناحيه قدام يا جماعه، ناحيه قدام مين؟ ها سوبيرو ثايرويد ها لينجوال فيشال، سوبيرو ثايرويد لينجوال فيشال. ركزوا معايا كده، ها احنا قلنا ها اللينجوال والسوبيرو ثايرويد. طب الفيشال، الفيشال رسمته اهي، ادي كده وادي مصل اسمها الماسيتر، وادي سب مانديبولار سليفري جلاند، وادي الهايويد بون، وادي بوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، وادي ستايلو هيول. ها بص كده ها الفيشال ارت. بص يا جماعه الفيشال ارت بسرعه كده ها الفيشال ارت جاي منين؟ جاي من الاكسترنال كاروتيد. يا ريت تركز معايا فوق الليفل بتاع الهايويد بون. حد معانا؟ حد معانا يا جماعه؟ ركز ها طالع من الاكسترنال كاروتيد ها فوق الليفل بتاع الهايويد بون. تمام، بيمشي هو طلع في الكاروتيد تراينجل، بيمشي في الكاروتيد ها ويمشي تحت الماسل ده. يا ترى مين الماسل دي؟ اهي الماسل دي انت ذاكرتها، الماسل دي مهمه ها ومعاها ماسل ثانيه فوقيها بوستيرو بيلي اوف دايجاستريك وستايلو هايويد. تمام، وصل عندي فين؟ وصل ها عن الدايجاستريك تراينجل. هو طالع كده طالع لفوق بيمشي على الول اوف ذا فارنكس، بيمشي على الكونستريكتور اسند ان ذا فرن. الفرنكس بيقصد بيه ايه هنا؟ الكونستريكتور اللي هم عاملين الفلور بتاع الكاروتيد. لو انت عارف الفلور بتاع الكاروتيد كان ايه؟ كان سايرو هايويد وهايو جلوسس ها وميدل وانفيريور كونستريكتور. فاكرين الفلور بتاع الكاروتيد تراينجل ولا لا؟ الفلور كان اربعه مصر ها بيمشي على الفرنكس. المهم هيقول لي في الكتاب بيمشي على الفرنكس ها، بيمشي تحت البوستيرو بيلو دايجاستريك وستايلو هايويد مصر، رايح لمين؟ للسب مانديبولار سليفري جلاند. شوف يعمل ايه عند السب مانديبولار، يخش من ناحيه بوستيرو لاترال ليها كده، يعمل كيرف كده. ايوه، ما احنا قلناها على اللاترال سيرفيس بتاعها، فاكره قلناها على اللاترال. طب بعد كده يظهر في الفيس امتى؟ يظهر في الحته دي. ايوه الحته دي مهمه قوي. فين بقى؟ فين؟ قول لي فين كان بي بالبيتد؟ فين كان بي بالبيتد؟ فين؟ ات ذا انتيرو انفيرو انجل اوف ذا ماسيل. تمام، كان بي بالبيتد هيك. بعد كده يمشي تورشوس جنب الانجل اوف ذا ماوس وجنب النوز ويخلص في النهايه بتاعته اسمه ايه؟ انجولار. يخلص في النهايه بتاعته اسمه ايه؟ انجولار. ادي قصته سهله قوي اهي. شوف الفيشال ماشي ازاي، شوف الفيشال عندي ماشي ازاي. جاي مكسرنا الكاروت فوق الهايويد بون، ها مشي على الول اوف ذا فار، مشي تحت البوستيرو بيلو دايجاست تحت الستايلو هوي، ها مشي على السب مانديبولار سليبر جلاند من ناحيه ايه؟ بوستيرو لاترال. ها نزل تحت المانديبول، اول ما ظهر في الفيس ظهر فين؟ كان بي بالبيتد ات ذا انتيرو انفيرو انجل اوف ذا ماسيتر. تمام، في ثلاثة ارك بحس البلسيشن بتاعهم، ده واحد منهم. يمشي تورشوس جنب الانجل اوف ذا ماوس، ها يخلص عند الميديال انجل اوف ذا اي بانجولر. طبعا برانشاته ايه؟ برانشاته في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. برانشاته في الفيس ها حافظينها، مين برانشاته في الفيس؟ انفيرو ليبيال، سوبيرو ليبيال، لاترال نيزل، انجولر وماسكولر. برانشاته ايه في الفيس؟ قول لي برانشاته في الفيس ايه؟ ها انفيرو ليبيال، انفيرو ليبيال، سوبيرو ليبيال، لاترال نيزل، انجولار، ها ماسكولار. برانشاته في الفيس ها انفيرو ليبيال، سوبيرو ليبيال، لاترال نيزل، ها انجولار، ماسكولار. برانشاته في النيك بيجي يسالك فيها، بيجي يسالك فيها وتبقى مش عارف ايه برانشاته في النيك. ها ايه برانشاته في النيك؟ اهي تعالى نرسم لها الرسمه دي. برانشاته في النيك، ادي المانديبول،
ادي المانديبول اهو، ادي ده المانديبول اهو، ادي مصل هنا اسمها سوبيرو كونستريكتور، وادي ميدل كونستريكتور. يا ريت يا جماعه نركز، يا ريت يا جماعه نركز. ادي السب مانديبولار سليفري بلان، ها دول الكونستريكتور. بص بقى الفيشال ارك هو ماشي، ماشي ازاي الفيشال؟ رجع لي اهو الفيشال ماشي كده، اهو الفيشال ماشي كده، دخل هنا اهو طلع في الفيس كده اهو، ده الفيشال، ادي الفيش. طب وهو ماشي كده يا ترى بيدي ايه في النيك يا ترى؟ ها بيدي ارتري، بص يطلع لفوق فوق السوبيرو كونستريكت، يا ترى اسمه ايه؟ اهو مين ده؟ طب بيدي واحد تاني يروح مخترق السوبيرو كونستريكت، يا ترى مين؟ فكر معايا، فكر معايا، ده انت اللي هتمتحن مش انا. ايه الارتري بيطلع فوق السوبيرو كونستريكت؟ ايه الارتري اللي بيخترق السوبيرو كونستريكت؟ طب بيدي الجلاند ده ايه؟ ايوه ايوه بيدي الجلاند دي، ما يديش الجلاند التانيه، يدي دي بس، ما يديش الساب لينجوال، يدي الساب مانديبولا. طب في ارض طالع منه ايه قدام خالص اسمه ايه؟ ساب مينتا. ها يا جماعه خليك معايا يا اولاد، خليكم معايا. ايه برانشاته بقى؟ ايه برانشاته؟ اللي طالع فوق السوبيرو كونستريكتور اسمه ايه؟ ها فوق السوبيرو كونستريكتور ده اسمه ايه؟ اسندنج بلاطاين. اسندنج بلا، خلي بالك انا عندي كام بلاطاين ارت؟ يا سلام لما يجيب لك سؤال يقول لك ايه؟ جيب ان اكونت اون بلاطاين ارتري، بلاطاين ارتري اسندنج وجريتر، ها معايا وليزر، وفي واحد كمان من الاسندنج فرينجر بلاطاين، ها اسندنج بلاطاين طالع من ها الفيشيا، من الفيشيال اسندنج بلاطاين رايح يدي السوفت بلد، يعدي فوق السوبيريور كونستريكتور. طب في واحد بقى بيخترق ها السوبيريور كونستريكتور، ها اسمه ايه اللي بيخترقها ده؟ اسمه تونسيلر، تونسيلر ارت بيخترق السوبيريور كونستريكتور. طب في عندي بيدوا الساب مانديبولار سليفري جلاند، دول جلاندولار. طب في بيدي ها الساب منتال تريانجل ارتري اسمه ساب منتال طبعا، وفي الاخر ماسكولار. ايه برانشاته تاني؟ ها ايه برانشاته؟ اسندنج بلاطاين، تونسيلر، جلاندولار، ساب منتال، ساب منتال وماسكولار. ما بيديش مين بقى؟ ما بيديش الساب لينك، شفت برانشات بقى، يدي البلد ويدي التونسل ويدي الساب مانديبولر ويدي ايه؟ ها الساب منتال بقى. تمام؟ ادي ده، ادي الثلاثه المهمين يا جماعه، الثلاثه ارتر المهمين. ها في عندي بقى نخلص الباقي بقى، عايزين نخلص الباقي النهارده، معلش فاضل خمس دقايق. بصوا معايا في اثنين ارتر بقى، اثنين ارتر طالعين، ها في اثنين ارتر، في اتنين ارتري طالعين من ناحيه البوستيريور، في اتنين ارتري طالعين من ناحيه البوستيريور، ادي ايه؟ ادي الاسترنو ماستوي اهي، يلا يا جماعه، وادي البوستيريور بيلي اوف دايجستري، ادي البوستيريور بيلي، ها وادي مصر هنا اسمها الاسترنو ماستوي، استرنو ماستوي، وراها مصر اسمها ترابيزياس اهي. بص كده المنظر ده، ده الماستويد بروسيس. بص معايا في اتنين ارتري طالعين، ها طالعين يا جماعه اللي ورا، ها صور خليك مع، سيبه بس خليه يسمع الكلمتين. ادي البوستيرو بيلو دايجاست، في اتنين ارتري بقى طالعين من البوستيرو بتاع الاكسنكر، واحد اسمه اهو، اروح راسب الاكسنكروتيد هنا كده، واحد اسمه اوكسيبيتال، واحد اسمه بوستيرو ريكو. يا ريت تركزوا معايا، الاوكسيبيتال ارتري هقراه برضو، هو درجه ثانيه، الفيشيال والسوبيرو ثايرويد واللينجوا الاهم دول درجه، بس هذاكرهم يعني، بقول لك قول اقرا كل حاجه، بس الاهم السوبيرو ثايرويد واللينجوا والفيشيال، دول اهم ثلاث ارتريات اكسنا كاروت، دول مهمين جدا واهم ثلاث ارتريات اساسا، ماشي. طيب تيجي بعد كده، ها في اوكسيبيتال وبوستيريو ريك. اوكسيبيتال ماشي ازاي؟ ليه ثلاثه بارت، ثلاث اجزاء. اول حاجه الاوكسيبيتال ماشي على اللور بوردر بتاع البوستيريو بيليو دايجست ديب لي اهو، ويروح داخل في جروف، في جروف هنا ده الفيرست بارت بتاعه لغايه البوستيريو بيليو دايجستريك، السكند بارت يمشي في جروف، مش انا وريتك جروف امبارح في العمل اسمه اوكسيبيتال جروف، ده السكند بارت بتاعه بيمشي في الاوكسيبيتال ايه جروف. بعد كده الثيرد بارت بتاعه يمشي تحت الاسترنو ماستويد وتحت الترابيزيا، يظهر في الحته دي الثيرد بارت اهو، ها يظهر في الحته، الحته دي اسمها ايه؟ الايبكس بتاعه البوستيرو تراين. وبعد كده يطلع تحت الترابيزيس الارت ده ويخترق الترابيزيس، في نيرف ماشي معاه في الاخر، في نيرف ماشي معاه في الاخر بيخترق برضه الترابيزيس، النيرف ده، النيرف ده اسمه ايه؟ جريتر اوكسيبيتال نيرف.
ادي ايه؟ ادي الاوكسيبيتال. ها الاوكسيبيتال ايه قصته؟ ها طالع من ناحيه البوستيرو بتاع الاكسترنال كاروتيد، طالع من ناحيه البوستيرو، ماشي فين؟ ماشي على اللور بوردر بتاعه البوستيرو بيلي اوف دايجستيف. ها ده الفيرست بارت. سكند بارت ماشي فين؟ سكند بارت ماشي فين يا جماعه؟ سكند بارت ماشي فين؟ ماشي عند حاجه اسمها اوكسيبيتال جروف ميديا للماستويد. بعد كده الثيرد بارت ماشي فين يا جماعه؟ الثيرد بارت ماشي عند الايبكس بتاعه البوستيريور تريانجل تحت الاسترنوماستويد تحت الترابيزيا. الثيرد بارت يخترق الترابيزيا ويطلع لفوق يدي السكالب فوق، وفي نيرف بيخترق مع الترابيزيا. مين النيرف ده؟ جريتر اوكسيبيتال نيرف، مصاحب للجريتر اوكسيبي. طب ايه برانشاته؟ برانشاته هو بيدي السكال زي ما قال لي في الكتاب، بيدي السكال. اعرف بس ان هو بيدي السكال. ها ارتيريال سبلاي وفي برانش نازل كده. مين البرانش اللي نازل ده؟ مين البرانش اللي نازل؟ تقدر تقول لي مين؟ السن بيعمل اناستوموز مع مين؟ فاكر ولا لا؟ مع الديب سيرفايك. اناستوموزس في الباك اوف ده السنينج بتاعه بيعمل اناستوموزس مع ها الديب سيرفايكال اللي هو جاي من السبكليف. ادي ايه؟ ادي الاوكسيبي. طيب في ارتري كمان اسمه ايه؟ بوستيرور اوريكولار. بوستيرور اوريكولار ده سهل قوي اهو، طالع من البوستيرور بيلي اوف دايجستيف. ها طالع من الاكسترنال كاروتيد فوق البوستيرور بيلي اوف دايجستيف، طالع من الاكسترنال كاروتيد فوق البوستيرور بيلي، يروح ماشي سوبرفيشال للماستويد بروسيس. سوبرفيشال تاني كان ديب. ها مشي فوق البوستيرور بيلي اوف دايجستريك سوبرفيشال للماستويد بروسيس، وفي الاخر بيتقسم الى برانش تدي السكال. تمام بيدي السكال. طب بيدي برانش منه اسمه ايه؟ في ارتري كده اسمه ستايلو ماستويد ارتري. فاكر انت امبارح لما قلت لك في العمل في فورامين اسمه ستايلو ماستويد فورامين؟ قلت لك بيعدي فيه ايه؟ حد فاكر؟ فيشيانير وستايلو ماستويد اللي هو جاي منين؟ اهو من البوستيرور اوريكولار. جاي منين؟ جاي من البوستيرور ايه؟ اوريكولار. ده رايح يدي ايه؟ الماستويد انترا والتمباني كافيتي. ستايلو ماستويد ايه؟ ارتري اهو. ها ده البوستيرو اوريكولار وادي الايه؟ توكسيم. هعرف فيهم ده بس، دول بقول لك دول درجه ثانيه، ارتريهات درجه ثانيه. طيب في ارتريهات ايه كمان؟ اسندنج فارنجيال وسوبرفيشال تمبورال. ها تعالى نقول اسندنج فارنجيال. اسندنج فارنجيال ده كلمتين، بص معايا. اسندنج فارنجيال اللي هو ايه؟ ماشي على الكونستريكتور. انا عندي فيه سوبيريور كونستريكتور وميدل وانفيريور. الثلاثه كونستريكتور. الثلاثه ها كونستريكتور. ها في ارتري بقى ها جاي من الاكسترنال كاروتيد. الاكسترنال كاروتيد اهو بيدي برانش منه من ناحيه الميد اسمه اسندنج فارنجيال. اسندنج فارنجيال ماشي على الوول اوف ذا فالج. اسمه ليه اسندنج فارنجيال؟ لانه بيمشي على الوول اوف ذا فالج على كونستريكتور. طب الارت ده ايه اهم حاجه فيه؟ ايه اهم حاجه فيه؟ اهم حاجه فيه ان هو بيدي انفيرو تمبانيك. اهم حاجه فيه ان هو بيدي انفيريور تمبانيك. انفيريور ايه؟ تمبانيك. انفيريور تمبانيك ده الميدل اير. اصل ممكن يسالني يقول لي ايه؟ في كام ارتري بيروح الميدل اير؟ اقول له في خمسه. ها سوبيريور وانفيريور وانتيريور وبوستيريور. معايا في ايه؟ خمسه تمبانيك. تمام؟ ده واحد منهم انفيريور تمبانيك. انفيريور تمبانيك رايح لمين يا جماعه؟ للميدل اير. معايا؟ ما تنساش ده اهم حاجه فيه. وبيدي في الاخر وبيخلص بحاجه اسمها مينينجيال برانش. المينينجيال برانش بتاعته دي بتعدي في الفورم اللصرة، بتعدي في الفورم اللصرة وبتعدي في الهايبوجلوسال كانال. ها بتعدي في الفورم اللصرة وهايبوجلوسال كانال. معايا؟ وفي برانش طالع منه برضو عشان ممكن تيجي سيرته في البلد اسمه بالاتاين. يعني هو ماشي كده بيدي بالاتاين برانش للسوفت باك. بالاتاين برانش تو سوفت ايه؟ بلد. معايا؟ فادي الاسندنج فارنجيال. اسندنج فارنجيال ماشي على الول اوف ذا فارنكس. ها ارتر رفيع جدا طالع من ميديال سايد بيدي انفيرو تمبانيك مينينجيال وفي وبيدي ايه؟ ها ارتر اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه بالاتاين. ممكن اقوله برضه مينينجيال برانش. دي مش موجوده في الكتاب. مينينجيال بتعدي في الفورم اللاسرم وبتعدي في الهايبوجلوسال كانال. فورم اللاسرم وبتعدي في الهايبوجلوسال ايه؟ كانال. والبلاطين بتاعه البلاطين برانش بتاعه بيدي مين؟ البلاطين برانش بتاعه بيدي مين يا جماعه؟ بيدي السوفت بقى. تمام؟ طيب في ارتري اسمه سوبرفيشال تمبورال. في ارتري اسمه ها سوبرفيشال تمبورال. سوبرفيشال تمبورال ده سهل قوي. معايا؟ سوبرفيشال ايه؟ تمبورال. بص معايا اهو.
السوبرفيشال تيمبرال ده بصوا معايا نهايه الاكسترنال كاروتيد. الاكسترنال كاروتيد بيخلص جاي من تحت كده اهو، بيخلص جوه الباروتيد جلاند الى ماكسيلاري وسوبرفيشال تيمبرال. ادي السوبرفيشال تيمبرال طالع من الابر اند بتاعه الباروتيد جلاند، ها بيطلع فوق الزيجوماتيك ارش حوالي، بيطلع فوق الزيجوماتيك ارش معايا تاني ماشي كده، فوق الزيجوماتيك ارش 2 انش فوق الزيجوماتيك ارش، يتقسم الى انتيريور وبوستيريور. سوبرفيشال تيمبرال ده عامل زي الميدل مينينجال بس على بره، عارف الميدل مينينجال؟ ميدل مينينجال ها من جوه ده زيه لبره. سوبرفيشال تيمبرال فوق الزيجوماتيك ارش بحوالي 2 انش، بيتقسم الى انتيريور وبوستيريور فرونتال وبارايت. تمام، الارض ده مهم في ايه؟ البلسيشن، خلي بالك بحس البلسيشن، البلسيشن بتاعته بحسه في التيمبل، ما انا في ثلاثه ارض بحس البلسيشن بتاعهم، ها فيشيال وسوبرفيشال تيمبرال وكومون كاروتيد بحس البلسيشن قصاد سي 6. كومون كاروتيد بحس البلسيشن عندي ايه؟ سي 6. تمام، سوبرفيشال تيمبرال بحس البلسيشن بتاعه في التيمبل، يعني لو حطيت ايدي كده في منطقه التيمبل بحس البلسيشن بتاع السوبرفيشال ايه؟ تيمبرال. تمام، سوبرفيشال تيمبرال عرفت جاي منين؟ هو جاي من السنه كان جوه الباروتيد جلاند، بيخلص ها فوق الزيجوماتيك ارش بحوالي 2 انش الانتيرو بوستيريور. ايه برانشاته؟ في برانش طالع جوه الباروتيد جلاند بيدي الفيس اسمه ترانسفيرس فيشيال. رقم واحد اول برانشاته ترانسفيرس فيشيال جوه الباروتيد جلاند. طب رقم اثنين في برانش بيطلع ها رايح الاوربت او بره من الاوربت، من بره الاوربيتراس اوكلاي اسمه زيجوماتيكو اوربيتال. زيجوماتيكو اوربيتال ده بيدي المصل بتاعه العين اللي بره. طيب ايه كمان؟ ها وهو ماشي كده بيدي ميدل تيمبورال، ميدل ها تيمبورال بيدي التيمبوراليس مصل، وبيدي اوريكولار برضه يا جماعه، بيدي اوريكولار، اوريكولار للاوريكل، اوريكولار للاوريكل، وفي الاخر بيتقسم الى انتيريور برانش ها وبوستيريور برانش. انتيريور برانش بيدي المصل اللي قدام في الفرونت اوف ذا سكال اللي هي فرونتال بيلي، والبرايتال برانش بيدي المصل اللي في الباك اوف ذا سكال اللي هي الاوكسيبيتال بيلي بتاع الاوكسيبيتو فرونتالس. ها سوبرفيشال تيمبرال طالع من السنه كروب جوه الباروتيد جلاند، ادى ايه برانشاته؟ ترانسفيرس فيشيال، ها اذاكره برضه زي جوماتيكو اوربيتال، اوريكولار، ميدل تيمبورال، انتيرو برانش، ها وبوستيرو ايه برانش. معايا كده برانشاته ايه وبحس البلسيشن بتاعه. الحصه الجايه بقى خلصوا امتحان الفيسيولوجي العملي وتعالوا.